الدكتور محمد نجاح صباح، استشاري طب وجراحة العمود الفقري بالمنظار، الزمالة السويسرية لجراحات وتشوهات العمود الفقري بالمنظار، عضو الجمعية المصرية والسويسرية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. دراسة مهمة قالت إن 80% من البشر إلى 90% سيعانوا في المستقبل القريب جدا من آلام ظهر مزعجة للغاية. ظهر المصريين، ظهر الناس كلها، العالم كله مش هيبقى بخير في الفترة اللي جاية. ما أقول لك إن 80-90% من الناس هتعاني من ظهرها، ده كلام بجد. النهاردة الحوار مثير للغاية ومهم، لأنه متعلق بواحد من أهم شكاوى الناس في الوطن العربي في العالم الحقيقة. ضيفي العزيز واحد من الأسماء القديرة في هذا المجال، الأستاذ الدكتور محمد نجاح صباح، استشاري طب وجراحات العمود الفقري بالمنظار، صاحب الزمالة السويسرية لجراحات وتشوهات العمود الفقري بالمنظار، عضو الجمعية المصرية والسويسرية لجراحات العمود الفقري. أهلا بيك يا دكتور محمد. أهلا بيك يا دكتور. منور الناس الحلو. أنا نور حضرتك، سعداء بيك والله. الله يخليك. هل كل آلام الظهر هي آلام من العمود الفقري؟ للأسف ده مصطلح شائع عند الناس، فاهمة إن أي عيان عنده مشكلة في ظهره أو بيشتكي من ألم معناها إن عنده انزلاق غضروف. إطلاقاً أغلب اللي بيشتكوا من ظهرهم بيبقوا عندهم انزلاق غضروفي، لكن في نسبة كبيرة جداً ممكن تصل لأكثر من 30% ما عندهمش مشكلة أصلاً في العمود الفقري. زي إن يكون المريض عنده حصوات في الكلى وبيشتكي من ألم في ظهره وفاهم إنها مشكلة في العمود الفقري. أو تكون والدة لينا أم لينا عندها مشكلة في الرحم وفاهم إن دي مشكلة في العمود الفقري، أو وسيلة منع الحمل بتسبب في احيان كتير الام مزمنه في العمود الفقري والفهم انها انزلاق غضروفي، وفي اغلب الاحيان دي بتحتاج متخصص في جراحات العمود الفقري بيفحصها فحص واقعي ويطلب الاشعاعات المناسبه وبيبين ان كانت هي عندها انزلاق غضروفي فبتمشي في طريق انزلاق غضروفي، او ان كانت من ال 30% اللي عندهم مشكله غير كده بيحولها للطبيب المتخصص اللي بيكمل علاجه معاها ان شاء الله على خير. ممكن يبقى فيه التهاب في العضلات دي خاصه بالعمود الفقري، لكن في 30% من الاشتكاء من الظهر المشكله اصلا مش متعلقه بالعمود الفقري، بتبقى حاجه اسمها ريفيرد بين، يعني مشكله في جهاز اخر مسببه الام في الظهر. فالمريض بيروح يكشف الاول عند متخصص في العمود الفقري وهو مش عارف ان المشكله اصلا ما لهاش علاقه بالعمود الفقري. طب ايه اعراض الانزلاق الغضروفي؟ اعراض الانزلاق الغضروفي المريض بيبقى فاهم ان لما يكون عنده انزلاق غضروفي ان عنده الم في ظهره بس، لا طبعا الموضوع بيبدا الاول ممكن يكون الم في الظهر شديد او الم بسيط، بعد كده بيظهر زي ما ظهر معانا على الشاشه الام حاجه اسمها عرق الناس، اشهر حاجه في الدنيا. المريض بيبدا الالم في ظهره على جنب من الناحيتين، بعد كده الالم بينزل في الفخذ والسمانه والرجل، ويبقى عنده تنميل، المريض بيبقى عنده حاجه اسمها حرقان في الفخذ او شكشكه، المريض بيقول فعلا انا عندي شطه او نار في الفخذ، انا حاسس ان هي يا دكتور في سكينه مرشوقه في فخدي. ده الاعراض الاولانيه. ممكن بقى يكون عنده مشكله اكبر لا قدر الله جاي بيها من الاول، عنده حاجه اسمها اعراض سقوط القدم، ما بيعرفش يمشي على كعبينه زي صوابعه، الرجلين مش زي بعض، رجله خاسه لا قدر الله، في عدم تماثل في حجم العضلات، التحكم في البول مش مظبوط، او عنده مرحله من مراحل التسرع في البول، المريض بيحتاج يخش الحمام بسرعه، المثانه ما بتلحقش تخزن ميه بكميه كبيره، المريض عنده لو راجل بقى عنده ضعف في الانتصاب شديد جدا متزامن جه بعد الم ظهره، مشكله في البراز، كل دي حاجه اسمها اعراض الانزلاق الغضروفي، ودي بتبان بالفحص الواقعي الجيد مع طبيب عمود فقري، وبعد طلب الاشعه اللازمه بنحدد بقى ان كان المريض عنده انزلاق غضروفي واحد او اكتر هيحتاج تدخل جراحي او ايا كان نوعه او يعدي بالعلاج التحفظي. هل لو قلت للمريض انت عندك انزلاق غضروفي ده يساوي ان انا بقول له انت محتاج عمليه؟ لا اطلاقا. ده برضو مفهوم خاطئ عند الناس. الناس بتخاف جدا لما يشتكي من ظهره او يتقال له انت عندك انزلاق غضروفي. بالظبط حوالي 80% من مرضى اللي تشخصوا تشخيص واضح انهم عندهم انزلاق غضروفي بيعادلوا بفضل ربنا بالعلاج التحفظي، اللي هو القدره الطبيعيه بتاعت ربنا على الاستشفاء او التماثل للشفاء من غير اي ادويه او من غير اي تدخل. بس الكلام ده بيحتاج شو حاجات كتير، بيحتاج المريض يكشف في المرحله المبكره عند متخصص ما يمشيش في طريق غلط، بيتشخص مظبوط ويكون طبعا ما عندوش اعراض متقدمه، المريض بفضل الله بيعدي بالعلاج العادي اللي هو التحفظي اللي هو ما دون العلاج الجراحي طبعا، ادويه بسيطه، مضادات للتهابات وبسط عضلات، جلسات علاج طبيعي بيحددها الجراح المتخصص مع استشاري العلاج الطبيعي، وتمارين معينه والراحه طبعا، والمريض بفضل الله بيعدي تماما بالعلاج التحفظي. قليل بقى حوالي 20% اللي ممكن يحتاجوا تدخل اللي هو اكثر من العلاج التحفظي.
طب السؤال الجاي ده مهم قوي. يعني دلوقتي المريض بيتفرج علينا ويتقال له انت محتاج عمليه مثلا في مكان ما، ازاي يبقى هو متاكد بالفعل ان هو محتاج عمليه؟ سؤال جميل جدا يا دكتور امل. عشان نميز المريض اللي عنده انزلاق غضروفي محتاج عمليه او مش محتاج، المريض وهو قاعد في البيت دلوقتي بيحكم بكل بساطه، يحدد هو في انهي مرحله ويعرف هو محتاج عمليه مش. بنقسم مرضى اللي تشخصوا تشخيص واضح انهم عندهم انزلاق غضروفي لثلاث اقسام كبار خالص. القسم الاولاني هو جاي للاسف عنده اعراض متقدمه جدا، وده بنقول له انت محتاج عمليه في اسرع وقت. جاي بقى لا قدر الله بقى حاجه اسمها علامات الخطوره او ريد فليكس. المريض عنده مشكله في التحكم في البول، ما عادش بيعرف يسيطر على نفسه، ممكن يكون عنده امساك مزمن، ضعف في الانتصاب، سقوط في القدم يعني مش عارف يمشي على كعبينه او صوابعه كويس، عنده عضلات رجله خاسه يعني في ضعف في العضلات، عنده عرق شديد. للاسف المريض ده بيتقال له انت من القسم الاولاني اللي محتاج عمليه فورا. كلام أي كان نوع العمليه بقى، سواء كان جراحه او ميكروسكوب او منظار، لسه هنتكلم فيها لاحقا ان شاء الله. ده النوع الاول. النوع الثالث هو عنده المريض عنده اعراض بسيطه جدا وما تحتاجش تدخل من اي نوع، زي يكون حاجه اسمها اعراض حسيه فقط. يعني المريض بيشتكي من الم في ظهره بسيط بيروح ويجي، الم في رجله ليه اعراض انسه خفيفه بتروح وتيجي بتعدي بالعلاج. الاعراض اجمالا مش مؤثره على حياه المريض، بيشوف اكل عيشه كويس، اموره مستقره، ست البيت بتتحرك في البيت كويس مش مؤثر عليها، وكل فين وفين تاخد مسكن او ادويه بسيطه. ده بنقول له والله انت عندك انزلاق غضروفي بس الامور اندر كنترول، متسيطر عليها، ما انتش محتاج تدخل دلوقتي خالص ولا بعد كده، بس بتحافظ ونديله تعليمات معينه، وده بفضل ربنا بيعدي بالعلاج العادي، ما بيحتاجش عمليات خالص. النوع اللي في النص بقى وده المختلف عليه، ده حاجه اسمها البوردر لاين، اللي هو المريض اللي ما عندوش اعراض حركيه صعبه، يعني ما عندوش حاجه من علامات الخطوره، بس الاعراض الحسيه عنده عاليه جدا، عنده الام شديده في ظهره وما بتروحش، بياخد مسكنات يوميا. احيانا بيجي لنا مرضى عدى مرحله الترامادول بفتره طويله، يعني بيقول لي ما باخد حبايه ترامادول الصبح وحبايه بالليل. الاعراض الحسيه عنده عاليه جدا، ما عادش عارف يشوف اكل عيشه كويس، ما بيتحركش غير بمسكن. المقصود بها حساسيه الالم. بقى الالم بالنسبه له لا يطاق. واعراض حسيه يعني ما فيهاش مشكله حركه، ما عندوش علامه من علامات خطوره، ما عادش عارف يسيطر على حياته، ما عادش عارف يشوف اكل عيشه. وده بنقول له والله حاجه من اتنين، يا بنلجا للتدخل عشان ما نخشش في المرحله الثالثه ويبقى عندنا مشكله ممكن ما تعديش بعد العمليه، يا بنتابع متابعه جيده بنديله العلاج اللازم ونقول له لازم تتابع متابعه مستمره، عشان لو لا قدر الله دخلنا في المرحله الثالثه نعرف فورا ان احنا محتاجين تدخل جراحي ايا كان نوعه برضه. طب احكي لي بقى، يبقى اليوم عمليه قرار عمليه لانسان يعاني من انزلاق غضروفي، اليوم بيمشي ازاي؟ اولا قبل اليوم هل في تجهيزات قبل العمليه؟ المريض بعد ما بيتشخص جيدا لازم يكون فاهم ان عمليه الانزلاق الغضروفي مش عمليه صعبه ومش عمليه تجميليه، مش مجرد تضيع الوجع عنده، دي بتحول حياه مريض من شخص كان مهدد بانه يبقى معاق لشخص سوي يقدر يمارس حياته ويبقى منتج، يشوف اكل عيشه ويتحرك بحريه. بعد الفحوصات طبعا الاوليه، ودي اللي بيحددها بعد الفحص الوقائي الاول في العياده، الدكتور المتخصص لازم يطلب له اشعاعات، لازم تبدا بالاشعه العاديه واشعه رنين، يطمن ان ما عندوش مشكله في اجهزه اخرى تدي اعراض انزلاق غضروفي، زي يطمن على الحوض والفقرات العنقيه لو بنتكلم على الغضروف القطني، بنوصل ان عنده انزلاق غضروفي. بنشرح له الاول، لازم يتشرح له الاول لو هنعمل عمليه احنا هنعملها ازاي، ايه بعد العمليه انت هتكون كويس ولا مش كويس، بعد العمليه هتمشي بقد ايه، بترجع لشغلك ازاي، تقدر تمارس حياتك تاني بصوره طبيعيه ولا لا، وبنحدد له طبيعه التدخل ونوع. بفضل ربنا في فرق بين ان احنا نعمل له عمليه بالجراحه التقليديه او نعملها له بالميكروسكوب، اي تدخل بالمنظار المتقدم، المنظار الجراحي اللي ركب له فيه غضروف صناعي عشان يقدر يمارس حياته بصوره طبيعيه بالكامل زي ما كان، ويمارس رياضه ويشتغل ويشيل وتحط، فتره نقاهه قليله جدا بعد العمليه. ازاي نجري العمليه؟ اولا طبعا تخدير كامل، تخدير كلي. للاسف المعلومه دي مغلوطه برضه. التخدير الكلي ده قولا وحدا مرتبط بالجراحه التقليديه لما يكون الغضروف قطن. لكن الغضروف قطن في المنظار، ودي احدث حاجه ربنا من علينا بيها دلوقتي، ان احنا نعمل العيان عمليه كامله بالمنظار. المنظار هنا مش مجرد اجراء مسكن او مؤقت زي التردد الحراري او حقن جذور الاعصاب، المنظار بيجرى للمريض عمليه كامله، فتحات دقيقه بتصل للغضروف الواحد، لا فتحات لا تتعدي 2 سم، الغضروف بيتشال منها بالكامل، بنعمل حاجه اسمها توسيع قناه عصبيه وتحرير مخارج جذور اعصاب. المريض كمان ممكن يتحط له بالمنظار غضروف صناعي بديل، وبفضل الله بيمارس حياته بصوره طبيعيه بالكامل، بين جزئي او موضعي او كلي، يعني كلي على حسب اختيار المريض. يعني ممكن المريض يجي في غضروف قطن يقول انا ما اقدرش اخد بين جزئي، ما اقدرش اكون صاحي وقت العمل، فده بيبقى متاح للبنج الكلي.
لكن متاح مع العمليه بالمنظار فضل ربنا البنج الجزئي او البنج الموضعي. طب نشرح العمليه بقى على الانيميشن اللي احنا شايفينه ده، دي بالعمليه بالمنظار. بالمنظار. ايه الفرق بقى كبير بينها وبين الجراحه التقليديه؟ كان زمان عشان نعمل لعيان غضروف واحد بجراحه تقليديه بنحتاج نفتح فتح المريض، فتح في ظهره الغضروف ده يتعدى 10 سم. المريض بيبقى عنده تهتك عالي جدا بالعضلات ورشح شديد جدا بعد العمليه والام شديده نتيجه فتره النقاهه اللي بتطول العيان. جرح كبير وعنيف، المريض بيتركب له بعد العمليه حاجه اسمها درنقه او قسطره خارجه من ظهره بتقعد في ظهره فتره طويله تطلع الدم الفاسد او الرشح وبيروح بيها، بننيمه على بطنه او ظهره فتره طويله جدا، بيقعد فتره تتجاوز من شهرين لست شهور عشان يرجع يتعافى ويرجع لشغله، وبعد كده كمان عمره ما يرجع طبيعي، بيبقى ممنوع من ممارسه الرياضه، ممنوع من انه يشيل اوزان عشان نقوله بقى زي زمان الغضروف ممكن يرد عليك او يجيلك حاجه اسمها غضروف مرتجع. ده في الجراحه التقليديه. فضل ربنا بقى ربنا منها بحاجه اسمها تقنيه المنظار، المريض بنفتح له فتحه لا تتجاوز 2 سم على اي حال، الغضروف بيتشال منها بالكامل ببنج ممكن يكون جزئي او موضعي متاح لكل انواع المرضى. ممكن يكون مريض عنده القلب وبنعمل له العمليه عادي، مريض عنده سكر بقى له فتره طويله الغضروف بيتشال بالكامل برضه، ما فيش حاجه اسمها بنسيب جزء منه دلوقتي عشان ممكن يرد عليه تاني، وبنركب له حاجه اسمها متاح غضروف صناعي بديل، دي احدث ما توصل العلم اليه في عمليه العمود الفقري بالمنظار عشان يقدر يمارس حياته تاني بكل صوره طبيعيه من غير ما نقول له بعد العمليه ما تمارسش رياضه، ما تشيلش ولا تحط ما توطيش، وده فضل ربنا علينا دلوقتي. الغضروف البديل هنا بيديله نفس الوظيفه او نفس الامكانيات بتاع الغضروف اللي كان سليم نسبيا. نسبيا حاجة طبعا نفس الحاجه زي اللي خلقها ربنا، بس طبعا بتديله حياه مختلفه. المريض لما بنعمل له جراحه من غير ما نركب له غضروف بديل زي ما ظاهر معانا في الشاشه بيتقال له انت والله اوعى تبذل اوعى تمارس رياضه تاني، اوعى تنط من على حاجه عاليه، اوعى تشيل حاجات تقيل عشان الغضروف هيرد عليك. بيعيش طول عمره مقيد وحاسس انه معاق، لكن بفضل ربنا زي ما ظاهر قدامنا على الشاشه لما بنركب غضروف بديل وده اسمه غضروف صناعي، ده يختلف تماما عن الدعامات التقليديه او ما يسمى بالقفص الكربوني. غضروف صناعي هو غضروف حقيقي بديل بيخلي المريض في حريه تامه بعد العمليه، بيقدر يوطي بكل سهوله بعد العمليه باسبوعين في الركوع والسجود كل الاوضاع العاديه، ما فيش اي محدوديه في الحركه على عكس المريض اللي بتركب له شرايح ومسامير تقليديه. بفضل ربنا برضه دايما اقول ان المنظار شبه التطور في اي تكنولوجيا، شبه التطور في العربيات مثلا. محدش يقارن العربيات في فتره الاربعينات والخمسينات والستينات مثلا تمام بالعربيات الموجوده في 2023 تمام، مفيش مقارنه تمام. يعني محدش يقول لي ان العربيه اللي كانت موجوده زمان زي العربيه دلوقتي. وكذلك المنظار، احنا عايزين نقف عند المنظار شويه. المنظار تطور في الفتره الاخيره، التطور شكله ايه؟ لان في ناس معلوماتها عن المنظار ان المنظار رائع وعظيم بس قدراته محدوده. اللي لفت نظري ان انتوا زي ما بتقول وسعتوا كده مساحات المنظار بشكل كبير، فبدا يبقى وجوده وامكانياته اكبر واعلى. المعلومه المهمه في الموضوع ده ان المنظار مش مجرد اله بتستخدم في العمليه، عشان جراح عمود فقري يكون بيشتغل مناظير عمود فقري لازم يكون اتعلم الكلام ده كويس، ويكون المكان اللي بيشتغل فيه فعليا فيه التقنيات الحديثه المناسبه ان احنا نجري عمليه بالكامل المنظار. الاماكن اللي ما فيهاش مناظير عمود فقري بتقول للمريض الغضروف اللي عندك متيبس او متحجر ما ينفعوش بالمنظار. الموضوع ده مغلوط تماما. المنظار وسيله كامله بنعمل منها بيها كل انواع عمليات الانزلاق الغضروفي بفضل ربنا بالمنظار. يعني ممكن المريض يكون عنده غضروف مرتجع نعمله بالمنظار، عنده اكتر من مستوى نعمله بالمنظار، مركب شرايح ومسامير تقليديه قبل كده ونعمله بالمنظار. المنظار وسيله في العمليه بتخلينا نعمل 99% من عمليات العمود الفقري كلها بفضل ربنا بالمنظار. وده المنظار ده مش سهل علينا بس، ده خلينا مرضى ما كانش بيتعملهم العمليات قبل كده خالص. يعني كان زمان المريض اللي عنده القلب بيتقال له انت مالكش عمليه، روح للاسف خد مسكنات. المريض اللي عنده سكر بنخاف ان احنا نعمل له جرح في ظهره فوق ال 10 سم فيقول له جرحك مش شايف، مالكش عمليه. المريض اللي وزنه كبير لما بيروح لجراح عمود فقري بيعملوا جراحه تقليديه بيقول له وزنك كبير روح خس الاول او اعمل عمليه تكميم وبعد كده تعالى. غير منطقي ان اقول للمريض بيتقل مش قادر يتحرك اقول له روح خس الاول وتعالى اعمل عمليه. فضل ربنا بموضوع المنظار خلى المرضى دول كلهم متاح لهم انهم مش يعملوا ياخدوا مسكنات او نعملوا اجراء مؤقت، بيعملوا عمليه بالكامل بفتحه دقيقه جدا بفتره نقاهه قليله جدا بنصلح له المشكله اصلاح كامل
الغضروف يتشال، نحط له غضروف بديل او غضروف صناعي، او على حسب اختيار المريض لو امورنا مستقره مش محتاج غضروف صناعي، ويمارس حياته بفضل ربنا بعد ساعتين من العمليه بصوره شبه طبيعيه، فيخرج في نفس اليوم ويرجع لحياته في خلال 20 يوم بفضل ربنا علينا. برضه في كل الحالات رجوعه بيكون سريع؟ رجوع المريض بيختلف على حسب نشاطه، يعني الطبيعي لو احنا عاوزين نعرف البروتوكول بتاع عمليه العمود الفقري بالمنظار، المريض بيتحرك على اي حال بعد العمليه بساعتين لوحده خالص، من غير ما يكون في جرح كبير في ظهره، من غير ما يكون في درنقه في ظهره او قسطره بوليه حتى تعوقه عن الحركه، بيتمشى كويس جدا في يوم العمليه في المستشفى، بيخرج في نفس اليوم او ثاني يوم، بيخرج على كرسي عادي، ما بيخرجش في عربيه اسعاف زي زمان. بنقول له اول اسبوعين مسموح لك بالحركه في البيت براحتك، بس يفضل عدم الخروج. بعد اسبوعين بيجينا نشوفه اول مره، بيكون راكب عربيه عادي وممكن يكون بيسوق. يبدا بعد اسبوعين يمارس شغله البسيط، لو شغله بسيط لو هو صاحب عمل، ينحني تماما للركوع والسجود، يعمل الشغل البسيط، وست البيت تعمل شغل بسيط في بيتها. بعد شهر بفضل ربنا بيرجع المريض لشغله التقليدي الشاق. يعني لو مريض قال لي انا شغلتي ان انا بشيل وبحط، انا ببيع في محل، انا ببذل مجهود جامد بشيل على كتفي، بيرجع بفضل ربنا بعد 40 يوم يمارس نشاطه الكامل تدريجيا بدون الخوف اطلاقا ان كلمه الغضروف يرد تاني، العمليه تبوظ، مفيش الكلام ده بفضل ربنا بعد المنظار. اصل في ناس كتير بتسالنا السؤال ده، يعني يقول لك ايه، هل ممكن يرجع تاني الغضروف يحصل تاني؟ لانه اصل انا سمعت ان فلان راح عمل عمليه اتحسن ورجع له الغضروف تاني. هو ده مفهوم منتشر عاد جدا عن المصريين للاسف، بسبب سمعه عمليات عمود الفقري السيئه، بسبب الجراحات التقليديه الكبيره اللي كان فيها معدل كبير جدا من حالات الفشل. بيفرق معنا في المنظار حتى سواء ركبنا غضروف صناعي او ما ركبناش، ان لما نعمل عمليه جراحه كبيره بنفتح فتح كبير جدا للمريض، بيبقى في تهتك كبير جدا في العضلات، وبنشيل اجزاء عظم كبيره جدا من ظهره، فبتعرضه في العمليه التقليديه بتعرضه حتى في افضل الاحوال لرجوعه لغضروف السريع، او حاجه اسمها حدوث تزحزح فقاري. مع المنظار الاولي اللي هو لسه ما بنركبش بديل الغضروف، الفتح كمنه بيكون صغير جدا ومفيش تهتك عالي في العضلات ولا شيل اجزاء كبيره من العظم، بنحافظ حاجه اسمها على الثبات والاتزان الفقاري. فالمريض حتى لو ما ركبنالوش غضروف صناعي فضل ربنا بيتحرك بسرعه جدا، ونسبه رجوع الغضروف عنده تكون قليله. الطفره بقى مش في ده كمان بالمنظار، الطفره ان احنا بالمنظار بنركب غضروف صناعي، غضروف حقيقي بديل للغضروف اللي خلقه ربنا، بالمريض بيمارس حياته بعده بصوره طبيعيه جدا، مفيش نسبه رجوع غضروف ولا واحد في مليار، لان الغضروف بيتشال بالكامل ويتحط له غضروف صناعي بفضل ربنا بيتحرك بيه ويمارس حياته بصوره طبيعيه بالكامل. ده نورت يا دكتور محمد واسعدتنا بهذا الحوار. انا سعداء بحضرتك دايما. ضيف العزيز الاسم المتميز للغايه الاستاذ دكتور محمد نجاح صباح، استشاري الطب وجراحات العمود الفقري بالمنظار، وصاحب الزماله السويسريه لجراحات وتشوهات العمود الفقري بالمنظار، عضو جمعيه المصريه والسويسريه لجراحات العمود الفقري، كان ضيفي في الناس الحلوه. خلي بالكم من ظهركم وخلي بالكم من عضلات الظهر، واهتموا جدا بتقويتها. في تمرين لطيف جدا لعمل لعضلات الظهر، بيقوي عضلات الظهر كويس جدا، ان انت تزق على الحيطه، تزق على الحيطه، يعني تعمل كانك تعمل بوش اب، كانك تعمل ضغط بس اجنست الحيطه. لو قدرت طبعا تعمله على الارض هيبقى كويس جدا، لكن بالنسبه للناس الكبار في السن مجرد ان انت تعمله بوش من، يعني تزق على الحيطه كده لورا، ده كل شويه تعمله هتلاقي نفسك عضلات ظهرك بدات تقوى، وده هيفيدكم جدا. خليكم دايما مع الناس الحلوه.
اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم تاخر الانجاب، كلمه تقيله، كلمه قاسيه، لكن خلينا اقول لكم ان في حاجات كتيره الناس بتعملها تاثر على القدره الانجابيه، من ضمنها مثلا اضطرابات النوم، وده حاجه مهمه قوي. الناس ما بتعرفش تنام كويس، وما بتعرفش تنام كويس لعوامل كتيره، اخطرهم واهمهم هو التليفون، تليفون الكارثه اللي بقى في ايد كل الناس، اللي الناس بتعمله فايبريشن وهي نايمه فتصحيهم او يعملوه ويسيبوه زي ما هو بيرن، فيجي ينام يجي لي تليفون فرد، فاكيد هياثر على قدرتي على النوم واستمراريته، ده خطر جدا. حاجه تانية كمان التغذيه، اكل الغلط، التدخين، ده نصيبه سودة. يعني لما تلاقي مكان مثلا ستات قاعدين يشربوا شيشه، دي كارثه ما فيش بعدها كارثه. هؤلاء السيدات او البنات عرضه لتاخر الانجاب والعقم عشان حضرتك بتشربي شيشه. حاجه الغريبه بقى انه كميات القهوه كتير، اضطرابات الوزن، كل ده بيلعب عوامل مهمه جدا. برضو عدم العنايه والنظافه الشخصيه، كل دي عوامل وغيرها كتير. خلي بالكم انه العوامل دي يمكن السيطره عليها. انا ما بقولكش على عوامل صعبه مثلا نقص مخزون المبيض لسبب مجهول او الى اخره، انا بكلمك على عوامل انت تقدري، وانت كرجل كمان، ما هو النوم والتدخين والوزن ده بيأثر على الاثنين، والتغذيه. خلي بالكم من صحتكم جدا. النهارده الحوار اسمه تاخر الانجاب، بس المضمون هيكون متشعب ومعقد ومهم جدا. ضيفي العزيز الخامة العلمية الكبيرة اللي بفتخر بوجوده معانا، واكيد اي شيء يعني اكثر فخرا من وجود المركز المصري وضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقل المجاري الاستاذ بكليه الطب، والمدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب، وزميل جامعه مونبلييه الفرنسيه، وزميل وعضو الجمعيه الاوروبيه لاطفال الانابيب والجمعيه الامريكيه للحقل المجاري واطفال الانابيب. اهلا بيك يا دكتور احمد. دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ منورنا، بنتشرف نكون مع حضرتك دايما. كل سنه وحضرتك طيب. متى نقول ان هناك تاخر انابيب، تاخر انجاب؟ احنا بنقول تاخر انجاب لو حصل علاقه زوجيه بطريقه منتظمه لمده سنه ونص وما تاكش عنها انجاب، يعني في الحاله دي بيعتبر تاخر انجاب. من سنه ونص لسنتين الحقيقه من العلاقه الزوجيه المنتظمه، فسنه ونص لسنتين من العلاقه الزوجيه المنتظمه وعدم حدوث حمل، يعني وقتها بيعتبر تاخر انجاب، فيبتدي يستدعي التدخل الطبي. من كتر الانابيب، انابيب فالوب، يعني ما مأثر على دماغي واحنا بنتكلم، وواحده من الاسباب المهمه اللي بتلعب دور، فقلت تاخر الانابيب هي تاخر الانجاب. هل يحدث ضرر على السيده ايا كان هذا الضرر؟ عايزين نفهمه. عندما يكون هناك تاخر انجاب، لا هو ده ما بيضرش السيده في حاجه الحقيقه، يعني تاخر الانجاب لا ما بيضرهاش في اي حاجه، تمام. بس طبعا يعني ما بنحبش ان هي تتاخر في الانجاب لفتره طويله قوي برضه، لان الستات بعد ما يكبروا في السن، يعني فوق سن ال 38 و 40 سنه، التاخر في الانجاب ممكن ما يحصلش انجاب خالص. فطبعا كل ما نحس ان الانجاب اتاخر او عدينا الفتره اللي هي متعارف عليها، لا لازم نبتدي ندور على ايه الاسباب ونبتدي نعالجها عشان يبقى في فرصه ووقت كافي ان احنا نقدر نعالج ده. انا قلت بعض الاسباب لتاخر الانجاب، او يعني الحاجات اللي هي اللي انا شايفها كوارث مجتمعيه، اكل وتغذيه، التدخين، مخدرات، على فكره. ايه الاسباب الثانيه؟ بص، هو 40% من الاسباب جايه من عند الراجل، يعني 40% من العقم سببه بيكون نقص او ضعف في الحالات المنويه او حركه الحالات المنويه، و40% من الستات هم بيكونوا السبب في عدم حدوث الحمل. عدم حدوث الحمل ده في صوره لخبطه في التبويض او مشاكل في المبيض او مشاكل في قنوات فالوب او مشاكل في الرحم. وال20% الفاضيين دول بيكونوا حاجه اسمها عدم حدوث حمل غير معروف سببه، يعني واحده من كل خمس ستات ربنا ما كرمهاش هي وجوزها الاثنين كويسين ما فيهمش حاجه. ف 40% من الاسباب جايه من الراجل، و40% جايه من الست، و20% عدم حدوث حمل غير معروف سببه. طبعا بجانب الحاجات اللي حضرتك قلتها، دي كلها عوامل بتساعد فعلا. وطبعا زي ما حضرتك قلت الشيشه ده كارثه علينا، يعني انا يعني كنت معزوم في السحور في رمضان، ولقيت مكان
كل البنات فيه بيشربوا شيشه. طبعا حاجه يعني كلهم 90% من البنات الموجودين بيشربوا شيشه. بتدمر صحتها وبتدمر مجتمعها. انا اساسا بطلت ادخل الاماكن دي غير بالصدفه. فقعدت يومين حاسس بتاثير الشيشه دي لغايه لما رجعت لعبت ماتش كوره طلعت السموم. سموم تدخل جسم الانسان. عايز يعني اروح بقى للنسبه اللي بتعاني من تاخر الانجاب موجوده بنسبه قد ايه؟ هو انا الناس اللي بتعاني من تاخر الانجاب او العقم زي ما نقول بيكون تقريبا 10 ل 15% من الناس. يعني 10 من 15% يعني واحده من كل 10 ستات بتعاني من تاخر انجاب. كلمه مهمه برضو، تاخر انجاب غير مفسر السبب. الكلمة دي تلخبط. ايه دي بقى؟ اه طبعا هي تلخبط لان في حاجات ما بتبانش غير اثناء الحقن المجهري. حاجات زي ايه؟ يعني نوعيه البويضه اخبارها ايه؟ دي حاجه ما تبانش غير اثناء الست بتعمل حقن مجهري. انما عن طريق الفحوصات التانية زي السونار وتحاليل الدم والحاجات دي عمرها ما تبين جوده البويضه شكلها عامل ازاي. الحاجه التانية اللي هي قدره الحمل المنوي ان هو يخترق البويضه. دي حاجه برده ما تبانش غير اثناء الحقن المجهري. فعدم حدوث حمل غير معروف سببه بيبقى حاجات اسباب زي دي ما تبانش غير اثناء الحقن المجهري. اللي هو يعني قدره البويضه او نوعيه البويضه وجودتها وقدره الحمل المنوي وان هو اختراق البويضه بنسبه قد ايه. بترسموا ازاي الخريطه العلاجيه بقى؟ بصوا طبعا يعتمد ايه السبب. يعني لو في ضعف في الحمل المنويه ممكن من الاول ان احنا نحتاج حقن مجهري او ان الراجل ياخد علاج من 3 ل 6 شهور على امل الدنيا تتحسن. اتحسنت كان بها، ما اتحسنتش نرجع للحقن المجهري. ال 40% التانيين اللي هو السبب بيكون في المريضه نفسها في الست. لو في ضعف تبويض ممكن نعمل حاجه من اتنين. الحاجه الاولانيه نعمل حاجه اسمها تثقيب للمبيض في حاله حدوث تكيس على المبايض، او ان احنا نعمل حاجه او ندي ادويه تنشط التبويض. لو في مشاكل في الانابيب يا اما ان احنا نعمل منظار بطن او ان احنا نعمل حقن مجهري. لو في مشاكل في الرحم بنزلها. مشاكل زي ايه؟ زي حاجز رحمي، زي وايد جوه الرحم او ورم ليفيه. لو ما فيش حاجه من الحاجات دي واحنا في 20% من الاخرين اللي هم ما عندهمش حاجه، الحل حاجه من 4. الحل الاولاني ممكن نستنى شويه، يعني لو عدى سنتين ممكن في السنه الثالثه ربنا يكرم من غير حاجه، فده الحل الاولاني. الحل الثاني نعمل حاجه اسمها تلقيح صناعي. تلقيح صناعي ده يعني باختصار ان احنا ندي المريضه ادويه بسيطه تنشط التبويض لحد البويضات لما بتكبر. بناخد الحالات المنويه بتاعت الزوج نركزها وننشطها وعن طريق اسطره رفيعه نحقنها جوه الرحم. لما بنعمل الموضوع ده نسبه نجاحه في كل دوره بتعملها بتبقى تقريبا 10 ل 15%. وعلشان ناخد الاستفاده القصوى منه بننصح الناس ان هم يعملوه 3 مرات على 6 شهور. الحاجه الثالثه اللي احنا ممكن نعملها اللي هو الحقن المجهري او اطفال انابيب، اللي هي نسبة نجاحها 45% لو ست عمرها صغير. والحاجة الرابعة والأخيرة نعمل منظار بطن، إن في ساعات حاجات ما تبانش غير عن طريق منظار البطن أشهرهم هجرة بطنة الرحم. فيا إما إن إحنا نستنى شوية أو نعمل تلقيح صناعي نسبة نجاحه 10 ل 15% أو نعمل حقن مجهري نسبة نجاح 45% أو نعمل منظار بطن على أمل إن إحنا نلاقي فيها حاجة معطلة إن يحصل حمل طبيعي. المنظار البطن بيخدم في إيه تاني غير الحقن المجهري؟ بيخدم في حاجات كتيرة، يعني منظار البطن ممكن حاجة تعالج بيه الأنابيب. يعني الانبوبه لو حاليا التصاقات ممكن تشيلها. لو انبوبه فيها التهاب مزمن لا ممكن تفصل الانبوبه عن طريق منظار البطن. لو في كيس موجود على المبيض ممكن تشيله عن طريق منظار البطن. لو عندنا حدوث حمل غير معروف سببه ممكن يبقى منظار تشخيصي. يعني ممكن نخش ونلاقي حاجه اسمها هجره بطنه الرحم فبالتالي نعالجها، يبقى اسمه تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت. فيا اما هو منظار تشخيصي تشخيص حاجات ما كانتش باينه في طرق الفحص الاخرى اللي هي تندرج تحت عندنا حدوث حمل غير معروف سببه، او منظار علاجي لعلاج الانابيب او شيل اكياس من المبيض او فصل الانابيب او علاج حمل خارج الرحم. وطبعا ليه دور مهم ان في ساعات ناس كتير قوي بتغفل دور المنظار. لا طبعا المنظار جزء مكمل جدا للحقن المجهري. المنظار البطني والمنظار الرحمي الاثنين مهمين. يعني منظار البطن احنا نخش بكاميرا جوه تجويف البطن عشان نشوف الحوض اخباره ايه والرحم والانابيب. بينما منظار الرحم لا ده حاجه ثانيه خالص. عن طريق كاميرا رفيعه بنخش جوه تجويف الرحم عشان نشيل مشاكل موجوده جوه الرحم. مشاكل زي ايه؟ حاجز رحمي او زوايد رحميه او ورم ليفي موجود في تجويف الرحم. كيف ده حاجه وده حاجه تانية، بس برضه الاثنين مكملين لبعض. يعني منظار الرحم ومنظار البطن برضه يعني وجهين لعمله واحده. يعني الست ما تقولش مثلا تقول لها انا هعمل لك منظار رحم تقول لك ما انا عملت منظار بطن. ده بالظبط كده. لا ده حاجه تانية. لا ده حاجه تانية خالص. ده حاجه تانية خالص. حاجة تانية خالص. والعكس برضه. طبعا. ايه الحاجات اللي حضرتك شايفها انها اخطاء لازم تتغير في دماغ الناس تجاه تاخر الانجاب؟ بص الحاجه اللي انا بنصح بيها دايما الناس وبنصح بيها دايما الامهات والبنات لسه متجوزين والازواج اللي دايما يصبروا. اللي بيحصل ايه؟ الست بتتجوز شهر جات لها البيريد تبتدي تعيط، والشهر الثاني مامتها وحماتها بيضغطوا عليها بيسالوها حصل حمل ما حصلش حمل. طبعا ده بيمثل ضغط نفسي عالي جدا فبتخلي الناس يعقوا نفسهم.
يعني ابتدوا يعملوا حاجات هم اصلا مش محتاجينها، بتزود عبء نفسي وعبء مادي، بينما هم لو استنوا من غير ما يروحوا للدكاتره ولا اي حاجه هيحصل حمل في البيت من غير حاجه. فدايما نصيحتي للناس استنوا شويه، يعني مفيش داعي ان احنا نستعجل ونعمل حاجات ونعك على نفسنا. وهك عارف بالذات الضغط بتاع الاهالي، يعني هاك بتشوف ناس كتير قوي متجوزين مثلا بقالهم 6 شهور جايين يكشفوا في عياده حقن مجاري هم ما عندهمش حاجه، ايه اللي جاب حضرتك؟ لا اصل انا مامتي وحماتي كل يوم بيسالوني وانت مقصره في حق نفسك وانت لازم تروحي. لا فيعني نسيب لنفسنا فرصه، لان كتير قوي ناس هيحصل لها حمل طبيعي من غير حاجه، من غير اصلا تدخل طبي. تمام، فمفيش داعي نعك نفسنا في حاجات احنا مش محتاجينها. ارجوكم ارجوكم بلاش ندخل نفسنا في مشاكل، اصل كلمه يورط نفسه في مشاكل ان هو يجري لغير متخصص مثلا او يجري كده. بشكل في اجريشن ما فيهاش حاجه تطلع بمشكله كبيره، تطلع بمشكله، تطلع بمشكلة تعمل منظار يقول له لا اعمل لي منظار، طب ما انا اعمل او هي تضغط على حد ما يكونش مؤهل للمناصب تقول له ما تعمل لي منظار ما انا بسمع، تطلع بالتصاقات، تطلع بالتصاقات بدل ما هي داخله مدير التصاقات تطلع بالتصاقات، تطلع بفيستولا في حته، تطلع بمشكله صحيه ثانيه خالص. فارجوكم ما نتصرفش الا في حدود الصح واللي احنا قلناه. نورت وشرفت وابدعت كالعاده. ميرسي يا دكتور ايمن، وبنسعد بوجودنا مع حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب، ونشوفك على خير قريب ان شاء الله. ربنا يخليك. ضيفي العزيز القمه الاكاديميه والعلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن من جهه الاستاذ بكليه الطب، المدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب بالمؤسسه العريقه، وزميل جامعه مونبلي الفرنسيه، كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. اهلا بكم. العالم التجميل عالم جميل ومثير وممتع، لكن في بدايه حوارنا حاجه عايز انبهكم ليها قوي. اهتم بوشك، اعمل صيانه مستمره لبشرتك ولوشك، هتستمتعي دايما برد فعل لهذا الوش. هو الوش له رد فعل، طبعا له جايزه بيديها الانسان، الجايزه انك لما تكبر في السن تلاقي نفسك إلى حد كبير جدا راضي عن وشك، راضي عن بشرتك، راضي عن بشرتك. ابعدي عن التدخين الخطير للغاية، ابعد سعادتك عن السهر، طبعا التدخين، المخدرات، الكحول، الحاجات الخطيرة دي بتدفع انت التمن فيها بعد كده يعني كبير جدا جدا. وعلى فكرة زي ما بيقولوا دايما الوش، اقول ايه، زي الارض، ما تديها اهتمام وتديها رعايه وتديها ري كويس وبتاع بتطلع الثمره مفرحه جدا. اهمل ارضك زي ما تهمل وشك، هيحصل يقول لك لما تهمل الارض يحصل فيه ايه، الارض تتصحر، تبقى ارض بور. وشك على فكره بيبقى كده، في ناس كتير بنشوفها تحس فعلا ان ايه اتعمل فيها زي ما بتعمل في الارض البور، ما اترعتش، ما تحصلش فيها صيانة، روحت الدكتور تجميل، لا اتعملت الصيانات المستمرة وعدلت الأمور، لا. في ثلاثة في العالم يقول لك ايه، ثلاثة دول مشهور قوي من ضمن ناس كتير بقى في العالم ده، مشهورين في ناس كتير قوي في العالم، يقول لك نسيوا يتقدموا في السن. شوف التعبير، نسيوا يتقدموا في السن، ده تعبير لطيف للغاية، ما بانش عليهم سنهم. في مصر هنا في ناس مش باين عليهم سنهم، يعني لما تيجي تشوف الاستاذ حسين فهمي، الاستاذ مصطفى فهمي، اخوين جمال دول مش باين عليهم سنهم، الاستاذه نجوى ابراهيم مش باين عليها. في ناس في الحياه كده مش باين، ما بانش عليهم السن بشكل واضح، ليه؟ اهتموا بنفسهم. في العالم في ميلاني جريفيث،
ممثلة أمريكية عندها 60 سنة دلوقتي، تجاوزت 60 سنة، تشوفها مفيش. دي ميلاني جريفز وهي عندها 39 سنة، ودي ميلاني جريفز وهي عندها 60 سنة. ورا هذه البشرة فريق تجميل محترف، دكتور جراحة تجميل، هتلاقي دكتور جلدية أو دكتورة جلدية، هتلاقي شركات بتشتغل على البشرة بتاعتها بتديها المنتجات المناسبة ليها. فريق كبير جدا ورا الفرق ده 20 سنة بقت أجمل. حاجة غريبة جدا، شيريل كرو ممثلة ومغنية مشهورة جدا وكاتبة أغاني برضو نفس الكلام، بالعكس هي حلوت وقعدها 60 سنة. ستيف كارل، ستيف كارل ده ممثل رائع، يعني من الناس اللي عندها فكر، عمل بيك شورت بشكل رائع جدا، فيلم اسمه بيك شورت، وهو عنده 45 سنة، غير هو عنده 60 أفضل سنة ومن هو عنده 45 سنة، وغيرهم كتير جدا في العالم. بس الصيانة، تعالوا نعيش مع الصيانة ونعيش مع فكر التجميل الأحدث الآن في العالم، مع واحد من نجوم عالم جراحة التجميل واسم قدير في هذا المجال، واسم يعني ما شاء الله يعني بيبدع دائما، وبستمتع به إبداعاته وشغله رائع للغاية، يعني مش مجاملة صحيح. يعني الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، استشاري جراحة التجميل والحروق وعضو الجمعية المصرية لجراحة التجميل وماجستير جراحة التجميل، الزمالة المصرية لجراحة التجميل، والمدرب المعتمد للفيلر والبوتوكس، وصاحب وطبعا والمدرب المحترف في الخيوط الوجه الألمانية الأبتوس، الاسم القدير. أهلا بيك يا دكتور محمد. أهلا بحضرتك. الصيانة مهمة جدا. أنا شبهت الوش زي الأرض بالظبط، وزمان في فيلم الأرض يقول لك اهتم بالأرض يديك، والكلام اللي هو بتاع الأرض ده تربينا عليه، يعني هو تشبيه قريب جدا من الحقيقة. لا لأن أهم حاجة بالنسبة للجلد هي الهايدريشن أو الترطيب، فنفس الفكرة في الأرض. الأرض لو مش بتوصلها المية أو الترطيب بشكل كويس بتنشف، بتشقق، ما بتديش المحصول او النتيجه اللي انت عايزها. نفس الفكره في الجلد، لو الجلد ديهايدريتد او جاف بشكل زياده عن اللازم، فده برضو ما بيديكش النتيجه اللي انت عايزها، وبيبدا يدخل مننا في المشاكل اللي نقدر نسميها البري ايدجينج اللي هو ما قبل العجز. وبعدين المشاكل دي لو ما تعالجتش فهنكمل في مرحله الايدجينج، حتى او بغض النظر عن السن كام. يعني أنا بنشوف ناس ودي فيها تدخلات تانية زي الجينيتكس الوراثية أو غيرها، بس طبعا المؤثرات الأساسية بتكون كلها أو أغلبها خارجية، زي التعرض للشمس لفترات طويلة، زي التدخين، زي نسيت الشمس. أنا على فكرة لا الشمس لفترات طويلة، الشمس خطيرة جدا، الشمس بتكسر طول الوقت الفايبروبلاست والإيلاستين اللي في البشرة، ودول هم يعتبروا الماتريكس اللي ماسكة الجلد في بعضه. فكل لما يتكسر كل ما الجلد ده يفك أكتر، يريح، يترهل، يتهدل، فتبدأ زباينكو زباينكو هيزيدوا أول الفترات اللي جاية بعد الساحل. لا ده طبيعي. أنت عارف أنه الساحل ده هيخلق جيل مدمر بشرتها. في البشرة ثلاث شهور، الناس اللي بتروح تقعد ثلاث شهور في الشمس. هو في حد في المجنون يقعد يصيف ثلاث شهور؟ لا عندنا بس، يعني في حد مجنون يقعد في مكان يصيف ثلاث شهور؟ ده حاجة هو أنا بسأل بس بيجيبوا أجازات منين؟ لا يعني غير أجازات، يعني سايب بيته وقاعد في مكان آخر، غريب يعني جدا. يعني كل لايف ستايل ولو طلباته. خلينا متفقين على كده. حتى لو راح يا سيدي ماشي، فلنفرض ان هو متقاعد خلاص ورايح، طلع معاش على دماغي خلاص تمام مفيش مشكلة، أرجوك ما تتعرضش كل يوم للشمس، أو يستخدم الإجراءات الوقائية، أو يستخدم إجراءات يعني لازم يستخدم إجراءات طول الوقت تناسب طبيعة بشرته وتناسب السيتويشن اللي هو موجود فيه. تمام، علشان يقدر يحافظ على البشرة. خلينا أقول حاجة بس مهمة قوي، احنا بنشوف العجز من بره على الجلد من بره، دي آخر حاجة حصلت. هو العجز بدأ من بدري، العجز بيحصل على كل المستويات في الوجه، على مستوى العظم بيحصل حاجة اسمها بون ريزوربشن، بيبدأ العظم يضمر مع السن. نطلع فوق شوية على مستوى العضلات، البلك بتاع العضلات بتقل، فحجمها بيقل، فبنلاقي الوجه في سن معين كان واخد شيب معين أو رسمة معينة، ونيجي بعد كده في سن أكبر شوية نلاقي الملامح دي اتغيرت. نطلع فوق شوية طبقة الفاتس أو السبكتينيس فات، الدهون اللي تحت الجلد دي بتقل، وبيحصل فيها حاجة يعني مش لطيفة قوي، مع انها بتقل بيحصل فيها بليندينج او انها بتتحرك من مكان لمكان، ودي بتتزحزح من مكان لمكان، لان الدهون اللي تحت الجلد في الوجه
ما هياش بوكت واحد او مساحه واحده، هي مجموعه من البوكتس او مجموعه من الجيوبس المترصه جنب بعضها وفوق بعضها بشكل معين عشان تدي رسمه الوش. فلما حجمها بيقل بتبدا البوكس دي تنام او تريح على بعض، او حضرتك واصلني تبدا تتزحزح. فلما تتزحزح تاخد الوجه وتنزل بيه او تترهل من مكان لمكان. نطلع فوق بقى اكتر، عندك طبقه الجلد لما بتبقى دي هايدريتد او بيصيبها العجز والإيلاستين والكولاجين بيقلوا فيها والفايبرو بلاست بتقل فيها، ابدا الاقي الجلد يبدا يحصل معايا فيه التجاعيد. الاول تبقى التجاعيد الخفيفه البسيطه اللي هي الكراميش الصغيره اللي بتبان مع السن الكبير، وبعد كده التجاعيد دي تبقى كبيره او كسرات كبيره في الجلد، وعلاجها هنا بيتنقل من مرحله لمرحله ثانيه على حسب هي ايه. فانت بتتنقل من مرحله لمرحله وانت مش حاسس، بتتفاجئ ان انت محتاج عدد لا نهائي من الاجراءات عشان تصلح المشكله. خلينا طب ندخل في عالم الفيلر. عالم الفيلر عالم مثير جدا جدا. والفيلر يعني بدا قصته بدات ازاي؟ الفيلر بدا من امتى؟ لا الفيلر يمكن من اكتر من 70 سنه موجود. ياه. انا ما اعرفش المعلومه دي. لا اكتر من 70 سنه الفيلرز موجوده. واول ظهورها في التاريخ هو من سنه 60 يعني يمكن تقريبا. بس اول ظهورها في التاريخ هو الفيلر عباره عن هياليورينيك اسيد، او بدايه الفيلر كان الهياليورينيك اسيد. الهياليورينيك اسيد ده هو اوريدي بالفعل ناتشرالي اوكيلينج بولي ساكرايد. ده بولي ساكرايد موجود في البشره بتاعتنا بالعادي خالص، الجسم بيقدر ينتجه بشكل طبيعي. في السن الصغير في البيبيهات تلاقي معدل الانتاج من الهيالورينيك اسيد ده عالي جدا. نطلع فوق بقى 30 و 40، ولما السن يبدا يزيد بيحصل دروب في انتاج الهيالورينيك اسيد ده. الهيالورينيك اسيد فكرته ان هو بيقدر يحتفظ بالميه طول الوقت، واحتفاظه بالميه هو اللي بيحتفظ بالهايدريشن او ترطيب الجلد. فبدانا او اول فيلر طلع ان هو بس مجرد انه يحتفظ بالميه فيعمل ترطيب للجلد. فالتركيبه اللي طلعت في الاول حلو احتفظت بالميه، بس كانت الفتره مؤقته جدا ما تتعداش اسبوعين او ثلاثه. تمام. فطبعا ده غير متناسب، يعني انا ما استفدتش حاجه. كان يبقى مناسب قوي ان انا احطه احس بشويه نضاره في بشرتي وبعدين يروح اسبوعين او ثلاثه. حصل تعديلات كتير بقى ان احنا نغير التركيبه، هي هياليورينيك اسيد برضو بس نعمل ما بينها وما بين بعضها روابط اسمها الكروس لينكينج. كل ما الروابط دي بتزيد كل ما الفيلر ده يبقى متماسك اكتر ويتكسر على وقت اطول، فيديني حاجه اسمها سيمي بيرمننت فيلر او الفيلر شبه الدائم، وهو ده اللي هو منتشر اكتر حاجه واكتر حاجه بنستخدمها. وهنا نقول ان في نوع تاني من الفيلر اسمه الفيلر الدائم، وده تركيبته ما بتكونش هياليورينيك اسيد، بتكون مركبات تانية، ولا يفضل استخدامه لان مشاكله لما طلع مشاكله كانت كبيرة جدا على المدى البعيد، يعمل تليفات، يعمل بعض الحاجات المش لطيفة، فما بقاش يستخدم وبقى أوبسوليت ومش موجود. ممنوع تمام. بالظبط. فبقينا كلنا موجودين في الحتة بتاعت السيمي بيرمننت فيلر أو الفيلر شبه الدائم. وحصل عليه بقى تعديلات كتيرة، يا يعني إما نعدل في تركيز الهيالورينيك أسيد في الفيلر فنزود كمية الاحتفاظ بالمية، يا إما نعدل في تركيز الكروس لينكينج أو درجة الكروس لينكينج نزودها فيطول عمر الفيلر لأن الجسم يقعد وقت أطول عبال ما يكسر. في الأول وفي الآخر كل الفيلرز دي هي مادة مالئة كانت تدي فوليوم بس. طب أروح بقى للنقطة التانية المهمة، هل مشكلة الوجه مع الوقت مجرد فوليوم خس وعايز أرجعه، ولا بيحصل ترهل مع الوقت؟ هو ده اللي طلع انواع جديده من الفيلر. الاجابه انه بيحصل ترهل مع الوقت. مع الوقت لما العظم بيخس او بيحصله بون ريزوربشن والعضلات بتقل، في طبقه كده فوق العضلات هي اللي ماسكه الوجه ده مع بعضه، بتبدا ترخي تترهل، بتبدا تنزل، فلاقي الخد نزل. في ملحوظه جميله قوي، لو جبت بنوته عندها 20 سنه وعندها حسنه في الحته دي وخدت لها صوره كويسه، واستنيت البنوته دي لما يبقى عندها 60 سنه وخدت لها نفس الصوره، هلاقي الحسنه اللي في الحته مكان. دي لا في نفس مكان. يا سلام. وهنا الوجه هيتقسم نصين، الجزء الميديال والجزء اللاترال. اللي بيترهل هو الجزء اللاترال الخارجي ده، والجزء الميديال اللي في النص ده ثابت في مكانه. وهنا الوجه بدانا هو الجوه ناحيه البلخيه كده، وهنا الوجه بدأنا نقسمه لمناطق. في مناطق بتترهل ودي لما اجي اعالجها محتاج ارفعها اعمل لها ليفتنج، في مناطق بتخس في الفوليوم ودي لما اجي اعالجها
مجرد ان انا ازود الفوليوم بتاعها ارجعه لطبيعته صلحت المشكله، يبقى اصبح ما عادش ينفع يبقى عندي فورمه واحده من الفيلر. انا محتاج حاجه تعمل لي ليفتنج في بعض الاحيان، محتاج حاجات تعمل لي فوليوم في احيان تانية، وفي نفس الكيس انا مضطر استخدم ده ومضطر استخدم ده. فالاساس هنا الاناليسيس، هي الحاله مجرد ان هي محتاجه فوليوم ولا هي محتاجه ليفتنج بلس فوليوم ولا محتاجه ليفتنج بس. دي كيس ودي كيس ودي كيس، يبدا يظهر بقى الفرايتيز الكتير قوي من الفيلر اللي احنا بنشوفها دلوقتي، اللي هي الانواع. بالظبط كده، الانواع، الفيلر مش نوع واحد، الفيلر انواع، ولو لخبطنا في الانواع هنعمل كارثه. بالظبط كده، لازم اللي بيشتغل فيلر يبقى فاهم كويس قوي بيحط ايه وليه وهياخد منه ايه والاكسبكتد ريزلت ايه، ويتناقش حلو قوي مع الكيس في الاكسبكتد ريزلت، علشان احيانا الطموحات بتبقى غير الواقع. قد يكون اصلا الاجراءات اللي هي البسيطه الاوفيس بروسيدورز دي كلها مش هتكون مناسبه معاها وهي محتاجه اجراء جراحي. تمام، قد يكون اوبشنز تانية كتيره جدا، والاجراءات نفسها الاوفيس بروسيدورز في منها اختيارات، فنبقى فاهمين هي الاوبجكت بتاعها ايه ومحتاجه توصل لايه علشان نقدر نوصل لنقطه نتعامل من الاساس ده ان احنا هناخد النتيجه الفلانيه. لان اكتر حاجه بشوفها بتزعلني ان كيس تجي لي زعلانه حقنت فيلر وما وصلتش اللي هي عايزاه، هو كان الديسيجن غلط من الاول، القرار نفسه كان غلط. هفهم الحكايه دي، بس قول لي يعني مثال للقرار الغلط حسب الانواع. انا فاهم ان في انواع، انواع وتركيزات، جوه الانواع في تركيزات. احكي لي بقى. بص شوف حضرتك، جوه الانواع كل الشركات الكويسه اللي هي معروفه وورلد وايد في انتاج الفيلر بيبقى عندها بورتفوليو كامل من التركيزات المختلفه. تقدر تستخدم كل تركيز في منطقه معينه، يعني اللي يتناسب مع المنطقه بتاعه تحت العين مختلف تماما عن منطقه الخدود، مختلف تماما عن اللي بيعمل ليفتنج للخدود، مختلف تماما عن منطقه الجو لاين، مختلف تماما عن الزاويه بتاعه الفك او الانجل بتاعه المانديبول، مختلف تماما عن منطقه التشيك التشن. فكل منطقه نقدر نوظف فيها نوع معين. تمام، واحيانا اقدر اعمل ميكس، انا محتاج هنا اعمل كذا وكذا، محتاج هنا اوصل لكذا، يعني هو ده اللي بيوجهني انا هاخد يعني انا محتاج ايه من الكيس، فبالتالي استخدم ليها ايه. وده طلع لي فيلر يمكن موجود برضو بقاله فتره مش جديد، بس من برضو الحاجات المهم الفيلرز اللي هي بتعمل ليفتنج. ايه الفيلرز اللي بتعمل ليفتنج؟ اكتشفنا مع الوجه، رفع الوجه، دي غير اللي بتعمل فوليوم. اوكي، اكتشفنا مع الوقت ان في حاجات اسمها كولاجين ريدنس فايرز او محفزات الكولاجين. محفزات الكولاجين دي هم ثلاث مركبات ما لهمش رابع، او حتى الان ما فيش رابع، هم ثلاثه، يا اما حاجه اسمها البولي لاكتيك اسيد، يا اما حاجه اسمها كالسيوم هيدروكسي ابيتايت، يا اما حاجه اسمها اللي هي بي دي ار ان او بولي دي اوكسي رايبو نيوكليوتايد. يعني الاسم كبير قوي فمختصر في بي دي ار ان. فالثلاثه برودكت دول بيحفزوا الكولاجين. يعني ايه بيحفزوه؟ بيخلوا يحصل فايرنج في الكولاجين. كانت كل الاجراءات مبنيه على ان انت لما تحفز الكولاجين فيبدا يزيد انتاج الفايبروبلاست، ويبدا الجلد معايا يشد بالتبعيه مع الوقت، كل ما يعدي وقت على حقنها كل ما الجلد يتحسن اكتر. وده مختلف عن الفيلرز الثانيه بتاعت الفوليوم. الفوليوم انت لما بتحقن بتاخد الفوليوم ومع الوقت يقل، اما في الحجم بكبر حدود بكبر، اما في محفزات الكولاجين لما بتحقن ما بتاخدش نتيجه وقتيه خالص، ممكن اول نتيجه تشوفها بعد شهرين. ده الموضه دلوقتي عندنا. نتيجه تحفيز الكولاجين ده بياخد وقت عشان يحصل، وبعدين النتيجه كل شهر عن شهر تتحسن. ده فيلر نوعه اسمه ايه بقى؟ في من انواعهم يعني يمكن اكتر حاجه مشهوره حقنه اسمها فيلر الكالسيوم، يعني مش هقدر اذكر اسامي شركات، لكن في زي مثلا الفيلر الكالسيوم دي جواها ماده اسمها كالسيوم هيدروكسي ابيتايت زي اللي احنا شايفينه. الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت هنا بيعمل ايه؟ بيقعد يحفز الكولاجين مع الوقت طول ما هو شغال، فالكولاجين ده هو اللي بيبدا يعيد بناء الجلد من جديد. فابص الاقي مع مرور الوقت بعد الحقن او مع تكرار الجلسات بتاعه الحقن الجلد بيتصلح وبيشد لوحده. في حاله زي دي كان هيبقى حلول الجراحيه صعبه جدا بالنسبه لها. فلو هي هتمشي في الاجراءات دي واقدر اخد منها نتيجه
الى حد ما مرضيه، ده هيوفر عليا جزء كبير جدا من الجراحات. هي دي الفكره. دي طب ده فيلر الكالسيوم. اوكي، ايه تاني غير فيلر الكالسيوم؟ في حاجه تانية برضو يمكن عامله، بس هي لازم اقولها باسمها، لا يعني ما حدش هيعرفها من غير اسمها. حقنه اسمها سكالترا. حقنه سكالترا دي من الحاجات الثوريه. فيلر برضو. ما هيش فيلر بالظبط، هي جواها حاجه اسمها حمض اللبنيك او البولي لاكتيك اسيد. البولي لاكتيك اسيد ده برضو محفز للكولاجين، فمجرد لما بتتحقن في البشره وليها طريقه معينه في حقنها، ومش بتتحقن في كل الاماكن في الوجه. ده محفز للكولاجين برضه. بالظبط كده، مش بتتحقن في كل الاماكن في الوجه، في اماكن معينه اللي بحقنها فيها فتبدا ترجع لي الشيء لاصله، تبدا لما تحفز الكولاجين تطلعه بكميه كبيره، فيبدا الجلد الماتريكس بتاعته خامته تتصلح، فيبدا الجلد يتشد وما تحت الجلد يرجع شويه شويه لطبيعته. اقدر استخدم معاه حاجات تانية؟ اقدر، ان الاماكن اللي محتاجه فوليوم نحقن فيها فيلر من اللي بيدي فوليوم اللي هو الهياليورينيك اسيد. ان الاماكن التانية اللي محتاجه بوتوكس نحقن معاها بوتوكس، فمفيش مشكله من الميكس، بس نبقى عارفين بنميكس ايه او بنعمل ايه. في فيلر تالت اللي هو هايبرد فيلر. يعني ايه هايبرد فيلر؟ كلمه هايبرد يعني هجين، خليط. او خليط، اللي بيكبر وفي نفس الوقت بيغير بيحفز. هو هياليورينيك اسيد فبيدي فوليوم، وفي نفس الوقت مضاف عليه حاجات زي الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت او البي دي ار ان، فيديني الفوليوم ويديني في نفس الوقت الباور بتاعه الكولاجين اللي بتديني الليفتنج اللي انا محتاجه. واضح ان انتوا بداتوا تحفظوا دلوقتي، اكيد بداتوا تحفظوا انه الكالسيوم دخل في تكوينات الفيلر، وبالتالي الكالسيوم بيحفز تكوين الكولاجين، وده هدف مهم جدا في النضارة، إحساس النضارة. بالضبط، أهم هدف أصلا. أهم هدف أن يبقى عندي مستوى كويس من إنتاج الكولاجين، لأن هي مشكلتي أصلا في الإيدجينج أن هذا المستوى أو معدلات إنتاج الكولاجين بعد الثلاثينات بتبدأ تقل، بتدروب، بتقع، وبعدين في الأربعينات تدروب أكتر، وفي الخمسينات تدروب أكتر. فأنا محتاج أحافظ على هذا المستوى اللي يديني لقدام فترة طويلة ببشرة جيدة. ده يعني هيشوف او هيلاقي صدى رائع جدا، وخصوصا في اوساط معينه مش عايزه ملامحها تتغير. بالظبط، لان في قطاع كتير جدا كبير جدا من الناس مش عايزين اي تغيير في الملامح. بالظبط، اما شغله بيفرض عليه كده. في ناس ما ينفعش تغير ملامحها، يعني مثلا الفنانين المذيعين خسروا كتير اللي غيروا ملامحهم منهم. حقيقي، مش شرط تطلع احلى. يعني تغيير الملامح بيخض المشاهد، هو عالج المشكله بس مش شرط تبقى احلى. بالظبط، يعني هو كان في تجاعيد فعالجناها، بس هل انا كده احلى؟ لا مش شرط. فهي دي الدروب او البيج ميستيك اللي ممكن يحصل. بيني وبينك، في وقت من الاوقات حصل حاجه كده اللي هو بقينا نشوف وشوش شبه بعضها قوي، ما كانتش شبه كوبي بعضها. بيست. كوبي بيست. كوبي بيست. عارف انت القالب، عارف لما اقول لك انه مثلا زي محل كان زمان الخياطين، في خياطين كده يقول لك عليه ايه، بيخيط كل البدل زي بعضها. هو ده بيجي من حته إيه، هو بيبقى يعني احيانا الدكتور اللي بيتعامل مع الحاله هو شايف ان في معايير معينه للوجه انا لازم اطلع بيها، فبالتالي بيحاول يوصل مع كل الحالات لنفس المعايير. انا رايي ان ده مش صح قوي. مش صح، هي كل كيس وليها ظروفها. إيه في حالات لا، احنا لو عملنا هنا كذا بس هيكون انف وكفايه. إيه النقطه بتاعه تغيير الملامح، يعني من ضمن الحاجات اللي كنا بنعتمد عليها في رفع الوجه حاجه اسمها الليكويد فيس ليفت. ايه الليكويد فيس ليفت؟ ان انا برفع الوجه عن طريق السوائل. السوائل دي يا اما فيلرز يا اما برضو بالمناسبه الدهون الذاتيه. ومش كل الحالات يناسبها دهون ذاتيه، بس في حالات بتبقى كويسه قوي مع الدهون الذاتيه. دهون ذاتيه ان انا اعمل شفط دهون واخد الدهون اعالجها وارجعها تاني. الدهون من نفس الشخص اجهزها بشكل معين يتناسب مع منطقه الوجه عشان حجم خلايا الدهن تكون مناسبه لحجم خلايا الدهن في الوجه. فلما احقنها معاها في نفس الاماكن تعيش وتبقى كويسه. طيب هنا انا عملت ليكويد فيس ليفت، بس بقى فيه فوليوم زياده، ممكن الكيس نفسها مش مناسب ليها الفوليوم الزياده، ودي نقطه لازم نتناقش. بالظبط كده. دي نقطه لازم نتناقش فيها كويس، يعني لو هي ناسبها دهون ذاتيه وهنعمل دهون ذاتيه، هل الفوليوم ان يبقى عندك حجم خدين اكبر من ما كنت عليه او ما انت عليه دلوقتي هيبقى مناسب ليكي ولا لا؟ لو مش مناسب ليها هنتجه للاتجاه الثاني اللي هو الفيلرز اللي فيها كالسيوم او السكالترا او كذا نوع تاني من الاجراءات اللي ما بتديش فوليوم قد لما بتدي ليفتنج او تشد الوجه وترجعه لاصله. لكن لو مناسب معاها انه يكون في حجم، وفي ناس بتديزاير اصلا ان هي
بعد بتفقد جزء كبير من الوزن، وده طبعا مع انتشار عمليات التكميم وعمليات السمنه وتحويل المسار، في ناس بتفقد جزء كبير قوي من وزنها في وقت سريع، فبيحس ان وشه اتغير وملامحه، فهو عايز يرجع وشه للحجم الاولاني اللي هو كان مبسوط بيه. هو عايز يخسس جسمه لكن في نفس الوقت مش عايز يفقد ملامحه الكويس، فده بيكون مناسب معاه قوي ان احنا يا اما نشتغل بالفيلر الهايبرد اللي هو بيدي فوليوم وبيدي ليفتنج، يا اما نعمل دهون ذاتيه بحيث ان احنا نعيد الشيء الى اصله. وبتكون مناسبه جدا معاهم الدهون. امتى الخيوط يكون جزء مفيد للعيان وامتى ترى ان الخيوط لا ملهاش فايده؟ الخيوط دي اجراء جميل جدا، اجراء بسيط وسهل وسيف جدا وامن جدا، طالما ان نوع الخيط اللي بيتحقق نوع كويس واللي بيعمله حد كواليفايد انف ان هو يعمله، لان هي ليها ليفل معين ما بين الطبقات بنحطها فيه، لو فوق ما بتبقاش الدنيا كويسه ولو تحته ما بتبقاش الدنيا كويسه. طيب خلينا بس نقول الخيوط، زمان كانت اول ظهورها حاجه اسمها بي دي او، ودي نفس خامه الخيوط الجراحيه اللي احنا بنستخدمها في العمليات. اتحولت بعد كده او اتغيرت للبولي كابرولاكتون، وبعد كده مواد تانية افضل، وبعد كده زاد عليها شويه تعديلات في الشكل الهندسي بتاعها، خلاها تقعد فترات اطول والماليابيليتي بتاعتها تكون احسن، ودي طبعا بتدي نيتشرال لوك اكتر. بس انا اوجهها لمين؟ للحالات اللي هي متوسطه. الترهل البسيط نقدر نعالجه بالفيلرز، المتوسط اقدر استخدم مع الفيلرز الخيوط، الحالات الكبيره كده كده انا لازم حل جراحي. حالات كبيرة يعني حالة فيها حالة ترهل ما ينفعش بقى معاها لا بالظبط، وهيبقى يبقى احنا بنضحك على الحالة، تضييع للوقت وتضييع للمجهود وللريزلت بالظبط، وتضييع للفلوس ومفيش نتيجة، يعني لأنه ما نقول حد وصل في السن أو في الحالة إلى درجة من درجات الترهل العنيف يبقى لازم نتدخل بشد جراحي في الحالة بالظبط كده. هنا بقى دور الشد الجراحي. فالإجراءات تعتبر لخصت حالات كتيرة جدا من اللي كانت لا مش محتاجين شد جراحي، نقدر نعمل دلوقتي كذا وكمان سنة نحقن تاني أو كمان سنتين نحقن تاني على حسب نوع الماتيريال اللي بنستخدمها، بتقعد سنة أو اتنين، الخيوط في معظم الأحيان بتقعد سنتين، وبعد سنتين نبص تاني والدنيا ونعمل الإجراء تاني والدنيا تفضل ماشية معانا ونقدر نحافظ فترة طويلة جدا قبل ما نروح للجراحة. تمام، معنى كلامك ده إنه المسألة فيها قرار فيه دقة شديدة جدا، مش المسألة إن العيانة، لأنه في كتير من البنات والستات بيتهيأ لهم يلا نروح نحقن فيلر، لا هي مش ده خطه بالظبط اللي انت شرحته ده معناه خطه دقيقه للغايه، بروتوكول كامل بروتوكول. يعني الكيس لما بتبقى قاعده قدامك هي بتتكلم، انا بحب اسمع قوي كتير الاول، يعني عايز افهم هي دماغها فيها ايه، متخيله ايه، الاكسبكتيشنز بتاعتها ايه، وبتشوف الوش والعضلات بتتحرك ازاي في الوش، وانا بسمع بقى هي بتتكلم لكن انا قاعد اعمل اناليسز، انا تحليل. انا قاعد احلل كده في دماغي، عارف ايه احنا انا محتاجين 1 2 3 4، سمعتك خلاص تمام، طيب اقول لحضرتك رايي، اتفضل يا دكتور قول لي رايك، هقول لك احنا محتاجين نعمل 1 2 3 4 علشان هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا. إذا تلاقينا في نقطة، إذا اتفقنا على الكونسبت ده تمام متفقين نبدأ التريتمنت، إذا ما تلاقيناش في نقطة ما نبدأش التريتمنت أبدا، لأن لازم تبقى أنت عارف إيه الريزلت اللي هتاخدها. لا اديني مثال لوجه الاختلاف، يعني هل في ممكن تيجي مريضة شاطحة بأفكارها بعيدا عن الواقع؟ كتير كتير جدا يا طول الوقت، لان برضو هي للاسف السوشيال ميديا احيانا بتوجه في حته مش صح، يعني بتتخيل ان السرنجه دي هي السحر اللي هيحل كل حاجه، وهي مش كده، يعني مش هتوصلها للديزاير اللي هي عايزاه. تتخيل ان الاجراء الفلاني بعينه او لوحده هو اللي هيحل كل حاجه، نتيجه طبعا بعض انواع الاعلانات الغير مناسبه او كده، فبتبدا هي بتشوف ده فخلاص بتقتنع بيه، فهي بتبقى جايه لك بخلفيه او بباك جراوند من السوشيال ميديا، فانت محتاج تاخد الباك جراوند دي وتحطها على ارض الواقع، يعني ودي تقول بتبقى لها يعني تقول لها المناسب لحالتك ايه، لان في بالزبط. ناس في ستات مثلا يعني يناسبهم تدخل جراحي، خلاص لازم نعمل شد وجه جراحي، الست جايه وفي دماغها انها تعمل فيلر بالظبط ومصممه انها تعمل فيلر بالظبط، يا ستي الفيلر لن يفيدك في شيء، انت وصلتي لمرحله وسن في ترهل شديد، فلنبغي ان الوجه نفسه يتشد، واحيانا نحول، يعني تبقى هي جايه عايزه فيلر
وانا لما اشوف لا انا النهارده الفيلر يبقى كويس مع حضرتك بس هنروح لعدد لا نهائي من السرنجات، عدد كبير جدا. طب ما لو فكرنا سمارت انف، طب نحقن دهون ذاتيه لو هنقدر نجيب منها نفس الايفكت تبقى افضل والديوريشن بتاعتها اكبر ونيتشرال اكتر وطبيعيه اكتر بالظبط كده. فنبدا نحول القرار من حاجه لحاجه، وده ده ده بيحصل في حالات كتيره جدا يعني. ولما بتشوف الدهون الذاتيه وتشوف الريزلتس بتاعتها والحالات بتاعتها بتبقى مقتنع بيها جدا، ولما بترجع لي بعد كده في الفولو اب ده احسن قرار حضرتك قلته لي. واحيانا تانيه بتبقى هي جايه عايزه دهون ذاتيه ما تنفعهاش خالص يعني، لا ما مش هي، هيكون الافضل لحضرتك ان احنا هنعمل كذا وكذا. فبرضه هنا دي النقطه الفاصله يعني، دي حاله دهون ذاتيه لو بصينا عليها كويس دي قبل طبعا هي محتاجه تعمل ليكويد فيس ليفت او ترفع الوجه، وفي نفس الوقت ما عندهاش مشكله او حابه ترجع الفوليوم اللي هي كانت عليه. هنا هي فاقده جزء كبير جدا من وزنها في فتره قصيره. نشوف بعد بقى الصوره. لا الجميل بقى في الشغل ده انه انت ما عملتش اوجمنتيشن، عملتش تكبير، لا ما اتمعناش، احنا رجعناه للي كانت عليه بالظبط كده، بترجع بشكل طبيعي ومش اكتر من كده. حتى الشفايف مش ماركت للانكريس، لان الـ 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 الفكره في حاجه، الجميل في التجميل ان حضرتك تبقى شكلك حلو وانا مش عارف انت عملت ايه. بالظبط يعني انا بقابلك في الشارع وبروح وبيجي، انت شكلك حلو لكن انا مش عارف تعمل اجراء او لا. لكن انا لو واخد بالي قوي من الاجراء اللي انت عامله وباين قوي وواضح قوي عليك، فين الجماليه في الموضوع؟ ما 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 معروفه ايه. انت نورتنا واسعدتنا يا باشا ضيفي العزيز، واحد من نجوم عالم جراحه التجميل، الاستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، استشاري جراحه التجميل والحروق، عضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل، ماجستير جراحه التجميل، الزماله المصريه لجراحه التجميل، مدرب المعتمد لحقن الفيلر والبوتوكس، والمدرب المعتمد لحقن واستخدام الخيوط الوجهيه الالمانيه الابسس. نورت يا دكتور محمد. ده نور حضرتك، خليكم معايا مستر حلو. هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا في عالم الفقرات، في عالم كمان الفقرات أو غضروف العنق تحديدا. خلينا نتكلم الجنرال، مش لازم نبدأ كلامنا بس بالعنق، العنق أو الظهر، بس هو حوارنا النهاردة عن العنق، في حوار قبل كده اتكلمنا فيه عن الظهر، لكن أنا هتكلم على الخرافات، هتكلم على التخاريف الكبيرة والكثيرة اللي ما حد يشتكي من مشاكل رقبته، مشاكل وألم وبتاع، وهنتكلم عن الأعراض اللي بتحصل في الرقبة، لكن كمان غير الألم كيفية التعامل معاه. في ناس لغاية دلوقتي بتروح تعمل شد جامد جدا للرقبة، طب ما ده مش محسوب وبتعمله عند ناس مش دكاترة، ده بيودي الدنيا في داهية، ده ممكن يصيب الإنسان بشلل. في ناس بتستخدم عصاية، ده تخيلوا بقى في 2020 و2021 إن ناس بتروح لحد بعصاية للظهر أو للرقبة، ده لما جنين يا جماعة، ما توصفش بحاجة تانية، ده ملوش حل تاني، ده أسوأ من النصب، ده جنان. النهاردة اسم كبير، ضيف العزيز، وأكيد بيشوف نوعية دي في حواره مع مرضى، اسم أضاف لنا الكثير جدا في التداخلات المحدودة في علاج الألم، واحد من رموز هذا المجال، من مجالات علاج الألم اللي أصبحت في العالم كله دلوقتي واحدة من المجالات المنتشرة انتشار كبير والمؤثرة، وتلعب دور مهم جدا في كل فروع الطب الحقيقة، لكن النهاردة حوارنا عن المخ والأعصاب أو بشكل العمود الفقري. ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة، الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيف العزيز أهلا بك. أهلا وسهلا. قبل ما أبدأ، أكيد بتيجي لك حالات مرت بالحاجة دي. 30% من اللي بيخش العيادة 30% مجربين العصاية ومجربين التشريط، ويعني جالي مهندس حد شرط له رجليه قطع العصب ومش هيتصلح، وعنده سقوط في القدم، عشان مهندس اقول له انت ازاي توافقت ازاي، قال لي الغرقان بتعلق في اشياء.
30%. 30%. يعني كل فعلا. وحضرتك في منطقة تصم يعني مصنفة لأنها اللي هي السوبر إيديت بتاعت المناطق الطبية. عمل بقى الحتة التانية دي بكام في المية؟ أكتر من كده. هو كله بيجرب. وللأسف بتلاقي زي ما أنت شفت كده سمكري. شغل سمكري. وفي ناس بتستفيد. احترامي طبعا السمكري ده راجل محترم جدا وشغله محترم بس جدا مش في البني ادمين مش في البني ادمين وبعدين في ناس بتستفيد اللي استفدت ما هو فكلك عضلات يعني انت لو رحت لبتاع مساج كان هتستفيد بس الاستفاده مؤقته هو المشكله قائمه الغضروف موجود والالم موجود تستفيد مؤقت بعدين الدنيا ترجع تاني زي ما هي فدي يعني لازم طبعا يبقى ليها تقنين ويبقى فيه رقابه هو في بس المسألة وبين فيها وسعت قوي طبعا ده في العالم كله كوارث يعني غضروف العنقي ايه هو؟ العمود الفقري فقرات منها غضاريف وجواها اكتر حتة شايلانة بعد مخنا اللي هو امتداد للمخ الحبل الشوكي حبل الشوكي ده يطلع منه اعصاب الاعصاب دي بتغذي ايدينا ولو كملنا لتحت هتغذي رجلينا فالغضاريف هي اللي بتساعد على حركة الراس يمين وشمال وتخلينا نوطي ونعمل راسنا لفوق لو عملنا عليها حمل زيادة اتحركنا غلط مسكنا الموبايل بالساعات غضاريف دي هتتأثر والواحد ما قالش ان الموبايل غلط بس عدلة الراس مسكة الراس تشيل بطريقة غلط ترفع بطريقة غلط كل الحركات دي هتخلي الغضروف يتحرك مكانه يلتهب يدوس على الأعصاب تعمل المشكلة ايه الاعراض اللي بيشتكي منها الناس اللي عندها مشاكل في الغضروف العنقي؟ الام في الرقبه وممكن يقول انا عندي صداع خلفي في اعلى الراس ممكن يقول انا ما بحرك راسي الاقي في الم يعني الرسمه اللي قدامنا دي بتقول لك حتى احنا عارفين دلوقتي لما الحته دي يبقى فيها مشكله يبقى الغضروف الفلاني اللي فيه مشكله لما الحته دي تبقى فيها مشكله الالم ينزل من الرقبه اعلى الراس على الظهر اعلى الكتفين وبعدين ينزل في اعلى الظهر من فوق كل ده عنقي وزي في القطر وبعدين ينزل على الايدين يبتدي بقى لو داس على الاعصاب اكتر يقول لك بقى المريض انا بتنزل كهرباء بتنزل حرقان لصوابع ايديا ونقدر كمان نحدد اسم العصب بالظبط لما يقول انا صباع يعني هي الفكره حاجه واضحه لكن تخيل بقى ده انت قلت المقدمه دي احنا عارفين المشكله فين واحد يخش بعصايه من بره طب هتيجي ازاي لا ما طبعا كلام مش مظبوط هنا بنحدد بالظبط لو عرفنا الالم منطقته هنحدد بالظبط المشكله على طول هتعرف المشكله فين وتقدر توصل للمشكله وتقدر تعالجها ما دام عرفت المشكله فين وبالتشخيص فحص كلينيكي الاول بعدين نعمل تشخيص برسم عصب باشعه رنين على الفقرات العنقيه باشعه مقطعيه الاساليب مختلفه للتشخيص بنوصل للمشكله اذا عرفت مشكلتك هتعرف تحلها لكن ما عرفتش المشكله وقعدت تجرب الانسان مش تجارب ما ينفعش بقى حاجه حقل تقارب بالظبط ناس كتير بيجي لها المشاكل دي وتهملها بمعنى الكلمه تهملها وتذهب الى حتت معينه او تهملها وتاخد مسكنات شوف احنا الشعور بالالم كلنا هنشعر بيه يعني زي ما التقرير في الاول بيقول 85% من الشعب الالماني شعر بالالم كل العالم بقى هيشعر بالالم في واحد بيشعر بالألم ويتعالج وفي واحد بيشعر بالألم وما يطلبش العلاج يعني ده بقى الفكرة الإهمال بقى فإذا الشعور بالألم ده إجباري كلنا هنشعر بالألم الاختيار في إن أنت تتعالج لا أنا عاوز أتعالج مش عاوز أفطر أتألم الألم ده يعني بعد الشر عن الجميع لما بيجي الواحد لا طبعا لو جه تلاقي آلام والعين ما ينامش يقول لك انا مش عارف احط راسي على المخد انا بتقلب يمين وشمال بالليل مش عارف انام حالته النفسيه بتتاثر كمان يعني الالم يبقى مزمن كمان الناحيه النفسيه تبقى سيئه جدا يبقى مش طايق نفسه مش طايق مش عارف يروح شغله ولو كان راجل كبير في البيت يبقى مش طايق اهله واولاده من الالم الاهمال هنا لا ما ينفعش نقعد سنين بقى مهمل ولا لا هو ليه مهمل برضو هو بيتالم المفروض يروح خايف من الجراحة أصل فلان عمل حاجة وحصل له شلل أصل فلان عمل حاجة وحصل له مشكلة هو خايف مرعوب
انه يروح يعمل حاجه. لكن مع التطور العلمي اللي احنا فيه وكل يوم نشوف حاجات جديده، لا دلوقتي بقى الموضوع بقى امن جدا ان انا اقدر اوصل للمشكله واحلها بتدخلات زي ما حضرتك قلت في الاول، تدخلات محدوده وتكنولوجي جديد وعلم جديد، واقدر اوصل المشكله واحلها بدون ما افتح رقبه العيان، بدون ما تدخلات زي التردد الحراري، تبخير غضروف، اوصل للاعصاب واعالجها وبتحل المشكله نهائي. لان برضو الاعتقاد السائد اللي بتساله كتير في العياده يقول لي طب احنا ده مسكن، ده انت بتدي حاجه كده تموت العصب، ما فيش عصب بيموت، لو عصب مات ايد العين تتشال، الكلام ده مش مظبوط. لا ده العصب بيبقى سليم، بنعمل عمليات تحفيز عصب، تنبيه عصب، الغضروف يتشال بالتبخير بآلات رفيعه جدا زي الشعره بتوصل للمشكله وتبخر القلب، المريض بيبقى صاحي، يبقى ما يتألمش أثناء العملية، فيش ألم خالص، لأنه بياخد بنج موضوعي زي البنج بتاع السنان بالظبط زي دكتور السنان، ونقعد معايا مثلا نص ساعة ساعة، بعديها يروح أوضته يلبس هدومه ويأكل حاجة ويروح البيت، تاني يوم يروح شغله. ده تقدم، غير بقى تخيل ما في المقابل أنا هعمل عملية جراحية والبس رقبة، هنا في الطرق الجديدة التبخير والتردد الحراري ما بيلبسوش رقبة، بالعكس بقول له اقلع الرقبة، الرقبة هتعوقنا وهتزود المشكلة مش هتحلها، هتعمل تثبيت للرقبة والفقرة بتاعتها، وانا مش عاوز كده، انا عاوز يتحرك، عاوز رقبته وتروح يمين وشمال وتيجي. الجراحة العكس، هل الجراحة غلط؟ لا، تكملة، كله بيكمل بعضه، في عيانين لازم جراحة، لكن المنطق بيقول لما العيان يجي له مشكلة في رقبته ما يهملهاش، ابتدي ادور على الحل الابسط الاول، اتحلت بالحل الابسط اوكي، ما اتحلتش بالحل الابسط ادور بقى على السكه الاصعب. ده المنطق. التبخير نبدا بيه الاول، نفهم يعني ايه تبخير وبندخل في انهي منطقه بالظبط نشتغل عليه. الغضروف ده الجزء الطري اللين اللي بين العظم، ليه قلب اسمه النواه وليه غلاف خارجي اسمه الانيولس او يعني جزء الغلاف الخارجي. النيوكلس دي هي اللي فيها مشكله، فاحنا بندخل سلاح رفيع من رقبه العيان بتوصل لقلب الغضروف وتتوصل بجهاز، جهاز ده بيطلع تيار كهربائي بنسميه ترددات حراريه او راديو فريكوانسي، ونوع معين من الراديو فريكوانسي يقدر ياكل قلب الغضروف ويبخر ويفضل الغضروف موجود بس بدون ما يضغط على العصب. ده تقدم. طب انا العيان اتضر في ايه؟ ده فتحه قد راس الدبوس، يعني فتحه ابره بالظبط، يعني مفيش فتحه، يعني كان انا حتى اللي هيبص على رقبه المريض بعديها بيوم مش هيكتشف ان في حاجه دخلت ولا حاجه خرجت. وده معنى التبخير، نوصل للجزء الضار في الغضروف اللي ضغط على العصب ونشيل ضغط الغضروف على العصب. بدل ما حاجه عامله بريشر كده وعامله ضغط، انت شلت البريشر ده وحافظت على الغلاف الخارجي للغضروف، فحافظت على الاستابيليتي، على ثبات الرقبه زي ما هو، مش محتاج اركب قفص او حاجه بلاستيك، لان الجراح لما يشيل الغضروف هيضطر يركب جزء بلاستيك. طبعا دي حاجه هتركب، لكن هنا انا هسيب الغلاف الخارجي، وده حل نهائي، لان الناس فاكره ان ده حل مؤقت، لا حل نهائي، يعني تمثل الجراحه وتفوق الجراحه بعض الاحيان في النتائج، حاجة كويسة جدا، تقدم. ده بالنسبة للتبخير. طيب التردد الحراري، التردد الحراري جهاز آخر والتكنولوجي احنا استخدمناه في الطب حاجات كتير، أورام الكبد في علاج الركب، احنا بقى استخدمناه هنا في علاج الآلام الأعصاب اللي فيها مشكلة، ودخل سلاح رفيع وإبرة رفيعة توصل لأماكن الألم وبتعالج المفاصل بتاعت رقبته، تعالج الأعصاب اللي نازلة على ايديه. إذا هو تكنولوجي جميل، تكنولوجي حديث، والعيان بعديها بنص ساعة بيروح البيت. أنا بعالج بيها العصب اللي مسبب للألم، وبعرف بالظبط الجهاز التردد الحراري ده يقدر يقول لحضرتك إن فين المشكلة، مش بس بيعالج، لا ده في الأول بيحدد أماكن الألم، والعيان هو صاحي يقول لي أيوة هو ده الوجع اللي بيجيلي، ده بالظبط الألم اللي بيجيلي، ويبتدي يطلع الذبذبات عليها. يعني احنا وجود العين صحي في العمليه
ما فيش ألم خالص هو بشعر بيه، لكن بنديله التيار كهربائي خفيف وحساس يقول لي ايوه انا هو ده الالم اللي بيجي لي مكانه بالظبط. فده اجهزه حديثه كلها تكنولوجي، كلها حاجات متقدمه جدا وفيري ادفانسد ومعترف بيها في العالم كله، مش مثلا بنتكلم على اختراع ولا بنجرب في الناس، لا معترف بيها في العالم كله. التردد الحراري والتبخير دلوقتي واحده من العلاجات اللي هو مينيمال انفيتيف العالميه، و اف دي ابروفد يعني والدبليو اتش اي دبليو اتش او ابروفد، فخلاص حاجه. بس لازم المريض يتحرك في الوقت المناسب. ايوه بالظبط طبعا، ويروح بدري ما يلاقي فيه مشكله، لا يروح ويكشف ونحدد له المشكله ايه، ينفع بالطرق الحديثه لو ما ينفعش لا يروح يعمل جراح. الاغلبيه ودي النقطه الواضحه، الاغلبيه بينفع لهم علاج بالتدخل المحدود. اغلبيه. المميزات في التدخل المحدود غير اللي احنا قلنا ايه؟ ما فيش جرح. ودي حاجه مهمه جدا لان الجرح برضه له مشاكله. الحركه الطبيعيه للرقبه في نفس اليوم، مفيش رقبه هيلبسها، رقبه حاجه مزعجه جدا، تخيل انت حاجه مكتفاك تتحرك زي الانسان الالي كده، ينزل شغله وبعديها بيوم بيومين انا بقدر اروح بيتنا تاني يوم ما عنديش مشاكل خالص. النتائج تقارب الجراحه وتفوقها في بعض الحالات، نفس النتائج وكل الابحاث العلميه بتاكدنا انا نفس النتائج وتفوقها فعلا. تقدر تحدد المشكله مش بس بتعالجها، يعني ده الجهاز يقول لك المشكله وبعدين يعالجها، ده حاجه يعني تقدم رهيب. يقيس مستوى الالم، مقياس مستوى الالم ده موجود دلوقتي في الانفستيجيشن. التحسن بيحصل لو هي حاله ايديا للتردد الحراري او التبخير بيحصل بعد قد ايه؟ في خلال ايام من العمليه يبتدي العيان يشعر بالتحسن، في نهايه الشهر يبقى في تحسن كامل ونسبه نجاح عاليه جدا. وكمان بعد الشهر ده لو احتاجنا علاج طبيعي، عشان العضلات بتبقى ساعات شده نعملها، ساعات ما بنحتاجش علاج طبيعي، في اغلب الاحوال ما بنحتاجش علاج طبيعي الا لو كان العيان بقى يعني عضلاته ضعيفه مش قادره تشيله، لا يبقى نقويها بشويه علاج طبيعي. لكن التحسن في خلال شهر من العمليه، الحركه الطبيعيه اليوم التالي، الخروج من المستشفى نص ساعه بعد العمليه، فطبعا يعني تقدم جامد يعني. صحيح ان الثقافات في الوطن العربي لسه ما استوعبتش قيمه هذا البرانش بشكل كامل، لكن لا في كاتيجوري كبير وقطاع كبير من الناس فاهم كويس جدا دور التدخلات المحدوده وعلاج الالم قد ايه مفيد في كل اللي احنا اتكلمنا عنه. ضيفي العزيز واحد من رموز هذا المجال الاستاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم التدخلي والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلوه. نورتنا يا دكتور هشام. الله يخليك، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجهري وعلاج تأخر الإنجاب والمناظير، ماجستير الحقن المجهري جامعة باليرمو إيطاليا، عضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، مدير مركز قرة عين للخصوبة. اهلا بيكم، النهارده حلقه مهمه وضيف مهم جدا، تقيله على القلب وعلى الودن كلمه ان الحقن المجهري يفشل، تقيله. حتى كتاب السيناريو والدراما اللي ما عندهمش خبرات طبيه لما بيكتبوا بيذكروا على عقول الناس او في عقول الناس ان الحقن المجهري ده اللي زي ما بيقولوا كده باللغه الشعبيه المصريه الناس بتجيب من الاخر، ده سهله حاجه مضمونه، حياه منوي بويضه جنين هنرجعه الرحم الامور هتمشي. بس مش دايما الامور بتمشي سلسه، في عوامل كتيره ممكن تدخل تبوظ. فخلينا نقرب من القصه المثيره دي، زي ما قلت لكم النهارده اليوم مهم جدا لانه مع قمه كبيره من قمم الحقن المجهري واسم رائد قدم الكثير لهذا العالم وخبرات طويلة وإنجازات رائعة
الحقيقة شرف لينا النهاردة يكون ضيفنا هو رائد القدير لهذا العالم الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقل المجهري وعلاج تأخر إنجاب أطفال وأطفال الأنابيب وعلاج بالمناظير، ماجستير الحقل المجهري من جامعة باليرمو الإيطالية، عضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة وتأخر الإنجاب والجمعية الأوروبية للتكاثر والجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، والمؤسس والمدير لمراكز قرة عين للخصوبه وتاخر الانجاب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بك يا مولاي، وحشني جدا. الله يرضى عليك، انت وحشني جدا. يعني خطوه عزيزه. الله يخليك، الله يخليك. لماذا اخترت ان تتحدث في حلقاتنا الاولى عن اسباب فشل الحقن المجهري؟ ده الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني من السؤال، الجنين اللي بيتكون في الحقن المجهري عندكم في المعمل يلعب دور هو نفسه في ان يكون عامل فشل في الحقن المجهري؟ هو سؤال. اهم عامل عندنا هو الجنين. لازم نقدر حاجه يا استاذ ايمن، دكتور ايمن، نقدر حاجه. احنا بندي تنشيط قوي جدا للعيانه اللي هي المفروض تطلع بيضه ولا اتنين في الشهر، تطلع 20 25 15، فبالتاكيد البيضات طالعه غير صالحه كامله، غير صالحه كروموسوميا. يعني دايما البيضه اللي خارجه يا مشكله عندها في الدي ان ايه، يا مشكله عندها في الكروموسومات، فده بيخلي الجنين اللي طالع عنده مشكلة في الدي ان اي والكروموسومات. وبالتالي انا بوضع جنين مش شرط يكون 100% سليم، فده من ضمن الاسباب الرئيسية لفشل الحقن المجهري. طب ايه هو الجنين؟ هو البذرة اللي بنزرعها في الارض، عبارة عن بويضة وحيوان منو. لو عند حيوان المنو بتاع الست دي، بتاع الراجل ده، عنده مشاكل تشوهات خلقية مش باينة، عنده مشاكل في الكروموسومات بتاعته، عنده الدي ان اي فراجمنتيشن اندكس بتاعه وحش، ده خطأ قاتل. انا ببدأ العملية بخطأ قاتل، المفروض انا اكون عامل حسابي ان كل حاجة عندي بعملها سليمة، لان الباقي يبقى على ربنا مش علي انا. كل حاجة عندي سليمة، يعني الدي ان اي بتاع الحيوان المنوي، حتى لو الراجل سليم، راجل عنده 100 مليون حيوان منوي وحركه سليمه 100% وشهوات طبيعيه وما عملتوش دي ان ايه، ده خطا، لانه ممكن يكون مشكلته في الدي ان هو بيخلفش ليه، ممكن يكون هو مشكلته اساسا في الدي ان ايه بتاعه. فلازم اعمل الدي ان لكل المرضى اللي داخلين حقن مجهري، ادي اول حاجه، يبقى ضمنت حيوان منوي سليم. طب البويضه برضو لها دي ان ايه ولها سيتوبلازم ولها نواه، ممكن يكون عندها مشاكل فيه. ايه اللي يعمل مشاكل في البويضه بقى؟ ده موال طويل. اول حاجه ان سن المراه ما يكونش متاخر، لان كل سن المراه معدل 40، بالتاكيد البويضه هنا بقت بويضه كبيره في السن، عرضه للتشوهات الخلقيه، عرضه للدي ان بتاعها يبقى وحش، عرضه للسيتوبلازم يبقى وحش، فيديني جنين وحش. طب ايه تاني؟ الهرمونات. هرمونات المراه دي لازم اللي يعمل عملية حقن مجهري من غير ما يعمل هرمونات، حتى لو عينها شكلها صغير لسه، من غير ما يعمل هرمونات، دي خطأ قاتل. هرمونات، أهم حاجة عندي في الهرمونات FSH LH برولاكتين E2 TSH AMH. يعني لو AMH وحش يبقى أنا متوقع أن عندي بويضات مش حلوة وقليلة، اللي هو بتاع مخزون المبيض، مخزون المبيض اللي هو مخزون المبيض بتاعي، لو وحش يبقى من بدري انا عامل حسابي انه ممكن يطلع لي فيها. فلازم اظبط الحاله بتاعتي قبل ما ابدا بشهرين ثلاثه، اظبط جوده البويضه بتاعتي في الست الكبيره في السن. خدت بالك معايا؟ مش مجالنا يعني، احنا بناخد النهارده نبذه عن اسباب الفشل اللي كلنا مركزين فيها. طب الاف اس اتش مشكلته ايه؟ الاف اس اتش ده هرمون جودة البويضة. الـ FSH بتاعي عدى الـ 12 أنا البيضة وحشة وعدد البيض قليل على طول، لو عدى الـ 12. طب من 6 الـ 12 بيضة جيدة، ممكن تبقى جيدة، ولكن عدد البيضات اللي طلعت 3 4 5 6 مش هيطلع لك أكتر من كده. طب أقل من كده فيري جود، ما دام نزل عن الستة يبقى الـ FSH متوقعه إن البيضات اللي هتجيلي هتبقى بيضات كويسة. الـ LH، الليتش لو عالي يديني بويضه لوتونايزد وحشه، ويديني اندوميتريوم بطانه رحم غير صالحه للزرع. يبقى انا ما اعمل العيانه الليتش بتاعها عالي وسايبها من غير ما انزل الليتش بتاعها، يبقى انا بعرضها لفشل عمليه الحقن المجهري. الاي 2 اللي هو الاستروجين قليل
لا عالي قليل قوي، ده غالبا البيضة اللي طالعة مش كويسة، لأن البيضة بتطلع 200 ل 400 نانو جرام في استروجين. طب لقيته 100 120، يبقى مش كويسة البيضة من بدري كده، أنا عارف إنها مش كويسة. البرولاكتين، الهرمون البرولاكتين، هرمون الحليب، هرمون اللبن، ده مشكلته إيه؟ ضعف في التبويض. ده مشكلته إنه بيعمل لي ضعف في التبويض، أدي أدوية كثيرة جدا ويطلع لي 3 4 بيضات. لو هو عالي، لو هو عالي يبقى المفروض اظبط البرولاكتين بتاعي. طب التي اس اتش مشكلته ايه؟ ده هرمون الغده الرقيقه ملوش دعوه بالحمل، بس هيعمل لي اجهاض مبكر. يبقى قبل ما ابدا اجهاض مبكر يعني فشلت العمليه، قبل ما ابدا لازم اكون ظابط هرموناتي كلها. مفيش حد اسمه يعمل حقن مجهري من غير ما يعمل تحاليل هرمونات كامله. جنين كويس باذن الله، باذن الله فرصه الحمل عاليه، اللي اذا اراد ربنا حاجه ثانيه. ده بالنسبه لكلمه الجنين، جوده الجنين، جوده الجنين. طيب هروح بقى لبطانه الرحم. بطانه الرحم تلعب دور مهم ايضا في احداث نجاح او فشل للحمل. هي الارض اللي هزرع فيها. انا جا عندي جنين كويس هزرعه في ارض كويسه باذن الله حامل. طب الارض دي فيها ايه؟ ايه مشكله الارض لبطانه الرحم دي؟ بطانه الرحم لو ملوثه مش هتحصل منها حمل، لو فيها التهاب يعني مش هيحصل فيها حمل. لو فيها تضاريس مختلفة يعني فيها زائدة لحمية، فيها ورم ليفي دخل في جوه التجويف مغير الشكل بتاع الرحم، ده اسمها تضاريس مختلفة في الرحم. لو عندي حاجز رحم كبير قاسم الرحم اتنين وانا بزرع هخبط في الحاجز، وبالتالي مش هتحمل الست، لان المفروض ان ان الجنين ده عامل زي واحد في الدور العاشر ووقع على الارض يموت. لو انا خبطت بالهزه البسيطه اللي بعملها دي، خبطت الجنين في الجدار، ده زي اللي وقع من فوق السطح، هيتاثر وميحصلش منه حمل. يبقى بطانه الرحم اساسيه لازم تكون جيده وما فيش فيها اي عيوب خلقيه، لا ضيق في الرحم ولا حرف تي في الرحم. الرحم بتاعنا يبقى شكل حرف التي ما يصلحش للحمل، شكل حرف الواي ما يصلحش في الحمل. العيوب الخلقيه اللي موجوده في الرحم دي لازم نصلحها قبل ما نبدا حقن مجاري، ولازم يكون فري ما فيهوش لحميات زي اللي احنا شايفينها، لحميات اورام ليفيه زي ما احنا شايفين الفيديو بالظبط كده. ظهرت فتره، ومش ظهرت هي موجوده طبعا، الكلام بالتفصيل على الجهاز المناعي للمراه، وما زال الحوار، بس عايزين نفهم هل يلعب فعلا جهاز المراه؟ اخطر حاجه بتعمل فشل في الحقن المجهري وتكرار الفشل. اوكي. وإلى الآن كلها نظريات مش قادرين نوصل ليها. يعني عندنا حاجتين مهمين قوي، ده المية اللي بتغذي الجنين، المية اللي بتغذي الزرع، المية نظيفة ولا مية مجاري؟ مية مجاري هتموت الزرع. الجهاز المناعي ده هو المية المجاري، يعني الدم ده دم يحتوي على مواد قاتلة للأجنة، أهمهم الناتشر كيلر سيلز اللي هي الخلايا القاتلة، لازم اكون عامل تحليلها. انا بتكلم ليه؟ اعمل تحليلي قبل ما ابدا، قبل ما ابدا بشهر باتنين بعمل تحليل الخلايا القاتله ان كي سيلز، اعمل انتي فوسفولود كلها، هرمونات الجسام المضاد للدهون واللوبس انتوكوال اللي هو الذئبه والانتي كاردوليبين، لان دي كلهم اجسام مناعيه بتهاجم الجنين ده وتعمل جلطات في الشرايين اللي رايحه له وتمنع الدم عنده فبيموت. التيه البر 1 والتيه البر 2 دي اساسيين جدا. يعني انا عندي خمس حاجات، انتي كاردوليبين، لوبس انتي كواجولانت، التيه البر 1 والتيه البر 2 والناتشرال كيلر سيلز، دي مهمه جدا. دي خلايا مسؤوله عن المناعه يا جماعه. خلايا بتهاجم اي جسم غريب يخش جسمنا. احنا عايزين نعرف حاجه يا دكتور، لو انا زرعت واحد كليه هو الجسم هيطردها، طب هيطردها ازاي؟ بيهاجم الوريده والشرايين اللي رايحه لها ويعمل فيها جلطات وتقفل الدم عنها فتموت. طب الجنين ده ما هو نصه جاي من الاب، نصه جاي من زوج، الزوج ده غريب عنها، فانا حامل ست حامل في جنين نصه جاي من واحد غريب عنها، فمتوقع ان الجهاز المناعي يهاجم هذا الجنين. وربنا خلق تيه البرتو علشان يعمل ماسكينج للبيبي اثناء فتره الحمل. علاوه حاجه تانية، في حاجه ربنا عاملها ماسكينج بيخفي البيبي يخفي العين عن جهاز المناعه، عن التير بر 1 وعن نشر كلسي.
ربنا عامل حاجه بيدي بروجسترون. البروجسترون ده من اكبر الحمايه الطبيعيه للناتشر كيرسز والحاجات دي، بيهاجم يعني بيعمل ماسكنج برضو للبيبي انه ما يتهاجمش بالجهاز المناعي. دي حاجه فيسيولوجيه معموله في جسم الانسان. فالمهم قوي الجهاز المناعي عمل التحاليل اللازمه له قبل ما ابدا، في حاجه ما ابداش قبل ما ايه ما اكون ظبطتها. الانابيب لها دور كبير جدا جدا وهي من المعجزات، ولذلك قد تلعب برضو دور سلبي في فشل الحجميه. الانابيب من لو موجود فيها انتفاخ في الانابيب او مسدوده وملتهبه وسبتها وعملت العمليه على كده، يبقى انا بفشل العمليه بايدي يعني انا بنفسي بفشل العمليه. فمهم قوي فحص القناتي فالوب قبل العمليه ونتاكد انها مفتوحه وسليمه، لان الانابيب لما تكون منفوخه ومقفوله بترد كل السائل السام، السائل ده سام جدا انفكتد ووحش جدا، ينزل على طنط الرحم. تخيل جنين قاعد في اوضته ونزل عليه كل شويه ميه نار من فوق فيموت. فمهم جدا جدا دي اللي انا بسميها ايه يا دكتور ايمن؟ بسميها جيران الارض اللي بزرع فيها. انا بزرع في ارض اهو والجار عندي زارع ارضه كلها لا مؤاخذه دود وميكروبات، هتعدي على الارض بتاعتي، هتعدي وتفشل الزرع بتاعتي. صديق السوق. صديق السوق. نقل الاجنه، في نقل في اليوم الثالث، نسمع الرابع الخامس. اختيار الوقت السليم لنقل الاجنه من اهم اسباب النجاح. انا عندي اليوم اللي هنقل فيه الافضل الايام الخامس او السادس، الثالث والرابع ما بيبقاش الامبلانتيشن ويندو اللي هو شباك الزرع في الاندوميتريوم في البطانه الرحم مفتوح. يعني لازم انقل وانا عندي احساس ان الامبلانتيشن ويندو فتح. الامبلانتيشن ويندو ده ما بيفتحش، بيفتح من يوم العشرين ليوم 26. فانا الوقت رجعت في التالي ده اليوم ال 18 واليوم 17 مثلا، طب لازم احاول انتظر اليوم العشرين. نقل الجنين في الوقت ده من افضل اسباب النجاح، من اهم اسباب النجاح. الوزن. الوزن طبعا انا بنصح اي ست، اي ست انا بيجيني الست مليانه شويه بقول لها خس الاول وتعالي بعد شهر. الوزن مشكله، اولا بيخفض نتائج الحمل بشكل، هو ما بيمنعش الحمل ولكن بيخفض النتائج. انا بدل ما بلعب في 70% ليه اخليها 50 و40%؟ يعني عندي 10 هيعملوا حق، 4 يحملوا ولا 7 يحملوا؟ يعني 10 عاملين حق، الاربعه يحملوا. انت المليانه في الوزن دي بالتاكيد هتبقى من الاربعه، مش هتبقى من السبعه، وممكن تبقى ثلاثه. يبقى بنصح اي حد ينزل في وزن قبلها. الوزن فيه مشكله تانية، ان انا عندي مشاكل اثناء الحمل. الضغط بيعلى والفلل بيعلى وتقل البطن على الجنين كتير. الحاجه الثانيه المنشطات اللي اديها لك، انا بدل ما اديكي 150 واحده هديك 300 واحده. يبقى هو مكلف وفي نفس الوقت نسب الحمل قليله وفي نفس الوقت مشاكل الحمل بعد كده كتير. شرف كبير لينا يا فندم وجودك معانا، ودائما متعه في رحله. انا بس انا حبيت بس اطمن الناس ان احنا بالاسلوب ده ممكن تصل ل 70 و80% نسب نجاح. اقسم بالله لا اكذب عليك فيما اقول. شرف كبير. تعمل 8 تلاقي لك الثمانية حوامل ما شاء الله. يعني ما شاء الله بيبقى حاجه مسعده مفرحه طبعا جداً. حاجه مفرحه جدا كده. نعمل اللي علينا، نورت وشرفت. الله يخليك يا باشا، وخطوه جميله وعزيزه. ضيفنا العزيز الرائد القدير لهذا العالم الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقل المجاري وتاخر الانجاب وعلاج بالمناظير، وصاحب ماجستير الحقل المجاري من جامعه باليرمو الايطاليه، عضو جمعيه الشرق الاوسط للخصوبه وتاخر الانجاب والجمعيه الاوروبيه للتكاثر والجمعيه الامريكيه للخصوبه، والمؤسس والمدير لمراكز قره عين للخصوبه وتاخر الانجاب. نورت الناس. فرصه متشكر جدا. خليكم دايما مع الناس. الدكتور نور الدين مصطفى، متخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك،
المدرب المعتمد بالجمعية الدولية لزراعة الأسنان جامعة برلين، مؤسس مراكز وايتي للأسنان. أهلا بكم. بلا شك يا جماعة، فقد السنان ده شيء مزعج جدا جدا للإنسان، وطعم السنان إعاقة في حد ذاته بجد. ولذلك عالم الزراعة، أنا في رأيي أن الزراعة نعمة، نعمة عظيمة جدا وفتح جبار، وتطور الجبار اللي شفناه في عالم الزراعة كان مناسب جدا لهذه النعمة. لأنه بجد عالم طب الأسنان، طب الأسنان زي ما يقولوا مسك بإيديه وسنانه في موضوع الزراعة، لأنه لقى فيه نتائج مبهرة، فبدأ يطور عشان يحصل على مزيد ومزيد من النجاح. لدرجة أنه مراكز الأسنان الكبيرة في الشرق الأوسط مقياس الزراعة بالنسبة لها مهم جدا جدا، عشان أقول أنا بعمل كم زرعة وكم سكسس ريت وقياسات النجاح قد إيه، والزراعة هي اللي أنا ببني عليها كل حاجة. ناجح في الزراعة ناجح في كل شيء، تجميل هيمشي ورا الزراعة، التركيبات هتمشي ورا الزراعة أكيد، طالما أنا بزرع صح هعمل تجميل صح، أكيد هعمل تركيبات صح. الزراعة هي كور، هي حجر الزاوية اللي بيحدد مستوى نجاح أي مكان. تعالوا نعيش مع هذا المعنى المهم جدا، ونشوف إلى أنهي مدى وصل التطور في عالم الزراعة مع واحد من نجوم عالم طب الأسنان، مش في مصر بس، في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط، واحد من اللي طور التكنولوجيا في عالم طب الأسنان في مصر، وعمل أبجريد رائع للغاية لمنظومة في منتهى الاحترافية. ضيفي العزيز اللي بيبدع دائما وميجستر عالم الأسنان، اللي بسعد إن أنا بشوفه عشرة عمر وصداقة امتدت لسنوات طويلة، ضيف العزيز هو الدكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية لزراعة الأسنان من برلين، والمؤسس لمراكز وايتي لي الأسنان الاسم الشهير. أهلا بيك صديقي العزيز، وحشني يا دكتور صاحبي، صديقي العغالي أخويا وصاحب وعشرة عمر. طبعا طبعا، رحلة طويلة طبعا. قبل ما أبدأ في زراعة الأسنان وهو الأخير، وأقول لك هو أول سؤال هيبقى ما هي زراعة الأسنان، لكن هل زراعة الأسنان هي الكور، هو المقياس لنجاح أي مؤسسة؟ زراعة الأسنان أصبحت قسم أساسي في أي مركز كبير عايز يحط نفسه في منظومة عالم الأسنان، ويبقى له وضع في منظومة عالم الأسنان، فما بقاش غنى، ما بقاش فيه غنى عنها خاصة في الدول العربية. ليه؟ لأن احنا عندنا نتيجة الإهمال اللي حصل في السنين اللي فاتت، ونحن ناس مش بنهتم قوي بأسناننا، حصل فقد لعدد كبير من الحالات وعدد كبير من الأسنان، فبقينا محتاجين لتعويض الأسنان دي. وطبعا زراعة الأسنان هي واحدة من أهم، أو هي الأهم في حالات تعويض الأسنان المفقودة. يعني إيه زراعة سن؟ إيه ما معنى زراعة سن؟ زراعة سن لازم الأول إيه نعرف إن السنة الأول اللي ربنا خلقها عبارة عن إيه؟ السنة اللي ربنا خلقها عبارة عن جدر جوه العظم، ممسوك في العظم بأربطة، ومتغطية العظم باللثة. ده كده الشكل المدفون اللي مش باين قدامي، وباين بعديه الكراون اللي احنا بنشوفه بعينينا، اللي بنستعمله في الاكل، في الاسنان الاماميه، في القاطع، في الضروس الخلفيه، في الطحن. ده الشكل الطبيعي للسنه اللي ربنا خلقها. طيب الزراعه هي المحاكاه لنفس الطريقه ونفس شكل السنه الطبيعيه، عباره عن جدر من التيتانيوم بيتحط جوه العظم، وبيتساب الفتره الكافيه لغايه ما يحصل له عمليه اسمها اوسيو انتجريشن، او عمليه التعظم او الالتحام الكامل، لغايه ما تبقى الزرعه والعظم حته واحده. وبعدها بنبدا نركب الجزء الخارجي، يبقى كده هي عباره عن جزئين، جزء جدري مدفون جوه العظم، والجزء الخارجي اللي بنستعمله في الاكل زي السنه الطبيعيه. عشان كده بنقول ان الزراعه هي التعويض الامثل لاي سنه مفقوده او هيتم فقدها، قررنا ان احنا نخلعها لاي سبب من الاسباب، بنسبه 99% من الاسنان الطبيعيه. هل في حاجات تقول لك الحاله دي ما ينفعش يتعمل لها زراعه، موانع؟ كان زمان كان زمان. دلوقتي الاول هنقول الموانع نوعين. في مانع ان تكون حاله العظم ما تسمحش، وفي مانع ان الحاله الصحيه تكون ما تسمحش. طيب في حاله ان العظم ما يسمحش، الكلام ده انتهى بقى خلاص،
احنا دلوقتي عندنا من انواع الزراعات وتطويع التكنولوجيا في عالم الزراعه ان ما فيش حد دلوقتي نقوله ما ينفعكش زراعه خالص، الموضوع ده انتهى تمام. لكن على الحاله ان هو تظبط حالتها الصحيه علشان نقدر نزرع لها والزراعه يبقى نعلي السكسس ريت بتاعها وتنجح. زي مثلا الحالات اللي عندها سكر، طول ما هو معدلات السكر في المعدلات الطبيعيه وعامل كنترول فبنسميه سكر منتظم، بيعمل تراكمي كل 3 شهور والليفل بتاعه معقول، خلاص بنعتبره حاله عاديه. الحالات مثلا اللي عملت عمليات في القلب او بتحتاج تاخد ادويه مسيله، دي بتمشي على بروتوكول معين عشان لازم نوقف ادويه السيوله لفتره معينه، وبعد كده يعني بنجهز الحاله لعمليه الزراعه، وبعد كده بنزرع وبيكمل عادي. ففعليا ما فيش حد ما ينفعش نزرع له لو الحاله مستعده انها تسمع اللي الدكتور بيقوله وتمشي عليه، وفي نفس الوقت حتى لو حاله العظم ما كانتش تسمح ما بقاش فيه بقى عندنا من الحلول المتطوره ان احنا نقدر نتعامل مع اي نوع عظم. ولما حد يفقد سنه النهارده انسب وقت للزراعة؟ بص عندي حاجتين. بعض الحالات الافضل ان انت لو قررت تخلع سنه دلوقتي لانها مش هينفع خلاص تعالجها تعملها لك عصب وكراون، لان زي ما قلنا ان اخر حاجه بنلجأ لها هي عمليه الخلع، يعني بنلجأ لعمليه الخلع دي في اضيق الحدود. بس لو خلاص الدكتور مضطر بيبدا يقيم، دكتور الجراحي بيبدا يقيم موضع العظم حوالين الدرس او السنه اللي هتتخلعها، لو لقى ان حاله العظم جيده وان ما فيش اي نوع من انواع العدوى الانفكشن او الصديد يقدر يخلع ويزرع. وهنا بنستفيد من ان الجسم موجه الكاباسيتي او قدرته على الالتئام للمنطقه دي، فده بيساعد على سرعه الالتئام مع الزرعه، وبيخلي كمان الزرع يحصل لها انتجريشن او تكامل مع او التحام مع العظم بسرعه، فده بيبقى انسب وقت. لكن لو الدكتور الزراعه وهو بيقيم الحاله لقى ان في انفكشن وحجمه كبير بطريقه معينه، يعني ما يقدرش ساعتها يزرع، بيحتاج ينظف العظم كويس، وممكن يحط عظم ويقفله بعد فتره كافيه من 3-4 شهور يبدا يعمل عمليه الزراعه. بس يعني الافضل ما استناش بقى، عشان برضو من ضمن الحاجات ان انسب وقت ان انا ما استناش بعد كده. ليه؟ لان في عمليه فيسيولوجيكال، يعني فيسيولوجيكال بتحصل ان العظم طول ما انت مش حاطط فيه سنه او مش حاطط فيه زرع بيبدا يحصل له كولابس ويبدا يتاكل. فانت كل ما سرعت بعمليه الزراعه كل ما انت حافظت على كميه العظم الكفايه، فما تدخلكش في كومبليكيشنز او في اجراءات اكبر. اللي بيحصل دربكه في 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 انتظام الاسنان، الاسنان بتكربس على بعضها لما بيحصل الاسنان بتكربس والعظم بيتاكل وتيجي تحتاج بقى زراعه عظم او تحتاج تلجا لانواع معينه من الزراعات، اجراء بيبقى اكبر وبيحتاج عمليات اكتر. لاحظت انا من عشرتنا طول العمر ان انتوا طورتوا جدا عالم زراعه الاسنان في واي تي، يعني انتوا عملتوا، كنتوا دايما انا ما بقعد معايا الاقي تقول لي انا الجهاز الاشعه المقطعيه الاجهزه بتاعه مش عارف ايه، اصل الدريلات ديت احنا الزرعه دي اساسا، وتقعد تكلمني عن الزرعه كما لو كانت وانا شايفها بتاعه صغيره جميله كده يعني ما ليه الزراعه تطورت بالتطورات الحديثه؟ ايه التطورات اساسا؟ لان الزراعه ميكانيزم فهو صناعه، والصناعه اكتر حاجه الشركات المطوره لعالم الزراعات في حاله منافسه شديده جدا، سواء في تطوير المواد نفسها اللي بنشتغل بيها او في تطوير شكل الزرعه نفسه وتطويعها للحالات الاصعب. فالمنافسه دي خلت كل يوم في جديد، خلت كل يوم في حديث. واحنا من اول الحمد لله من اول المراكز في الشرق الاوسط اللي اهتمت بالزراعه من سنه 2004 واحنا بنشتغل زراعه، كانت لسه كلمه زراعه دي يعني ايه تزرع لي سن، يعني الناس احنا كنا لسه الناس تخلع ومش عارف هو عوض ازاي ولا يعمل ايه، نقول له دي في حاجه زراعه يعني ايه تزرع لي سن. كلمه الزراعه كانت يعني كلمه جديده سنه 2004، فاحنا لغايه من 2004 2007 كنا عملنا حالات كتير جدا، وبعد كده نتيجه الخبره في الزراعه بدانا نبقى على تواصل دائم مع اهم شركات الزراعه في العالم واهم مطورين الاجهزه اللي بتشتغل في الزراعه، سواء بقى كانت اشعه ثلاثيه ابعاد، سواء بيزيوتوم، سواء الزراعات نفسها. فبقى وطبعا المهم جدا 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 ان يبقى معاك فريق متخصص في الزراعه، لان هو ده الفريق اللي اصلا الشركات بتطور عشانه. فهو لو معاك فريق فاهم فهو بيعرف يستغل التكنولوجيا الحديثه بسرعه جدا وبيعمل احسن نتائج باعلى
سكسس ريت او باعلى نسب نجاح. يعني اللي احنا شايفينها دي زي جوماتيك صح؟ زي جوما امبلانت. آه. ودي انت خلاص ما انا بقيت موجود 20 سنه بنتكلم في السنان فخلاص خدت بكالوريوس. انت كده خدت ماجستير. يا ريتني كنت بدات معاك. عضيلك الماجستير. طبعا انت كان من اسئلتك هل في حالات ما بينفعش ننزل عليها؟ هنا دي اجابه ان في بعض الحالات اللي ما بنلاقيش عندها عظم كفايه ان احنا ننزل عليها. فالشركات اللي بتعمل الزراعه طورت زرعات حديثه جدا اسمها الزيجوما امبلانت. الزيجوما امبلانت هي زرعه عاديه بس طويله بحيث ان هي تخش في الزيجوما. الزيجوما دي اللي هي العظمه اللي بيسموها في العربي الوجنه. دي عشان اخد زرعه من هنا تبقى شايله كل ده فتبقى زرعه طويله جدا. والزرعات دي فيها ميزه مهمه قوي. اول حاجه بتخليك ما تزرعش عظم. ليه؟ انت خلاص مش محتاج في المنطقه دي، ودي بالذات في الفك العلوي لان انت عارف ان الفك العلوي نوعه سفنجي، تاني حاجه فيه جيب انفي فبيحصل تاكل سريع جدا في العظم ففي الاغلب ما بيلاقيش عظم. ده عظمه عظمه كده. اتاكل خلاص. فاحنا ساعتها كنا زمان نعمل زراعه عظم ونستنى 6 شهور وبعد 6 شهور نزرع ونستنى 6 شهور وبعد كده نركب فيها سنه والحاله ماشيه بتركيبه متحركه تعبانه. التركيبات الزيجوما او زراعات الزيجوما فيها ميزه مهمه قوي. ان انت تقدر تمشي الحاله بتركيبه مؤقته مثبته في نفس الزراعه، يعني مع الزراعه على طول. فانت الحاله ريحتها وعايزين الصوره دي عشان دي الصوره دي بالذات فيها ثبتها بقى عشان دي فيها كل انواع الزراعات بقى. يعني دي فيها كل انواع الزراعات اللي موجوده دلوقتي. فانت تقدر على الزيجوما دي تعمل تركيبه مؤقته مثبته وقتي. فانت كده بتريح الحاله من ان هو حتى يمشي بتركيبه متحركه لفتره، لا انت بتعمل له تركيبه مؤقته مثبته وبعد 3 شهور تقلبها لتركيبه ثابته. ازاي الصوره بقى؟ الصوره بقى ازاي حاله زي دي اتعملت؟ احكي لي بقى. انت مش حاسس ان اشعه مقطعيه؟ لا انت مش حاسس ان دي انشاء هندسي؟ يعني ده انشاء هندسي. ايه ده؟ زوايا وميل يعني وميله. هنا انت عندك في الصوره دي اول حاجه احنا عاملين زرعات العاديه اللي قدام واخده اوضاعها الطبيعيه، بعد كده زرعتين جايين بميل بيعملوا انكرج، بعد كده في زرعات هنا بقى مش زي جوما، زرعه اسمها تريجويد. تريجويد في الـ في الـ في التيبريزتي ورا بتتحط فيها بالميل ده. دي عظمه برضو يا جماعه. دي عظمه. ما هو فكره بقى الزراعه ايه؟ ان انت بدات تستغل اماكن ما كنتش بتستغلها او ما كانتش متاحه. عظمه توصل له. عظم تقدر توصل له وبدا يتعمل لك زرعات علشان خاطر تناسب وتواكب المنطقه دي. هنا بقى تطوير الشركات انها تعمل لك زرعات توصل للاماكن وتستغل العظم اللي انت مش بتقدر تستخدمه. اللي عجبني قوي في الزرعات دي الميول بتاعتها. ايوه انا بقول لك بص بص انشاء شكله عامل ازاي. دي اوسكار في عالم زراعه الاسنان. يعني ازاي على فكره التحميل هنا يا جماعه زي كانه بالظبط نفس مقاييس تحميل الانشاء في الفنادق والعمارات الكبيره. هي انشاء هندسي بقى. خد بالك الجزء بتاع الزراعه هو جزء هندسي في ميكانيزمات كتير جدا. من اول الزراعه لغايه التركيبات هي مبنيه على ميكانيزم واحمال، وهتحط اعتبر ان انت كانك بتنشئ مثلا كوبري معلق هيعدي نهر او يعدي منطقه كبيره، فانت لازم توزع احماله صح، تبقى عندها ميول تشيل وتوزع الحمل على الزرعات بشكل سليم بحيث لما تعمل تركيبة تبقى واخدة سبورت قوي جدا من الزرعات. الزراعة والتجميل، تغيير شكل الأسنان، تغيير شكل الوش. تمام. ناس كتير قوي مش متخيلة اللي بيحصل في الوش بعد الزرع. طيب فاكر زمان حلقة لما كنت بقول لك المثل الأشهر اللي أنا ألفته اللي هو الفرق في شكل الوجه أسنان مش سنين. اسنان مش سنين. يعني ايه؟ يعني الفرق ما بين شكل الصور اللي احنا هنشوفها قبل وبعد ان احنا حطينا سنين. يعني حضرتك لما تبص على الكيس دي قبل دي بعد كانها بنتها. يبقى الفرق هنا ايه؟ هي نفس الشخص. اسنان مش سنين، لان السنين ثابته هي سنها ما اتغيرش. لكن لما حطينا الاسنان وشدت الوش ورجعت الجلد ده اصلا مشدود بالهيكل العظمي بتاع الفك والعضه، فهي فاقده للهيكل بتاع العظم وفاقده للفيرتيكال دايمنشن او طول الوجه الطبيعي، فحاصل
ساجنج او ترهل لما تقوم فارد الوش يبقى ده الشكل. انتوا عندكم قسم تصوير شاطر قوي. والله لو ما عندناش قسم الزراعه نفسه هو اللي شاطر ما كانتش الصور تطلع. عجبني بقى ما كانتش تطلع الصور كده. قسم التصوير اللي هو اسبكت هو بيصور من زوايا معينه. انا عايز اقول لك انت لو بصيت على الصوره كويس هتحس بتغيير شامل في حتى شكل مناخيرها. يعني شكل المناخير نفسه سبحان الله اتغير. صحيح. ليه؟ لان انت لما فردت الفك وفردت الوش بقت المسافه اللي تحت الانف سليمه. فدي ادتك بعد ان مناخيرها يعني صغرت الاول علشان خاطر زي ما قلت لك في ترهل وما عنديش كميه ما عنديش الفيرتيكال دايمنشن او طول الوش السليم فتحس ان بقت ابعاد الوش كلها متغيره. تعرف انا لو كتبت كلمتين تحت الصورتين دول هكتب ايه؟ على الشمال هكتب الحاجه، على اليمين هكتب المدام. الله. وتكتب برضو الفرق اسنان بالسنين. ما فرق اسنان بالسنين صحيح، ما هي الحاجه والمدام، يعني الحاجه سن المدام يا مدام سن تاني خالص. او يا انسه كمان يعني ممكن تمشي انسه والله. بس شفت الزراعه بتعمل لا الزراعه بتعمل شغل محترم جدا. احنا انت هنا بنتكلم بدون الدخول في تفاصيل برضو يعني هنا بنتكلم على الشكل العام طبعا. خد بالك لو انت برضو ما عندكش الفريق الكامل، اصل الزراعه دي مش دكتور. الزراعه دي عده اختصاصات عشان تطلع حاله. يعني في جراح هو اللي بيحط الزراعات وبيوزعها، في دكتور متخصص في التركيبات المتحركه وده مهمته بالذات في الحالات اللي زي دي، ان هو الدكتور اللي بيعرف يرجع لك العضه الاصليه اللي راحت، هو اللي بيعرف يخلقها من اول وجديد على مقاسات معينه. وبعد كده يجي دور تركيبات الزراعه الثابته، واحيانا بنحتاج لترقيع لثه. فانت بتتكلم في اربع تخصصات عشان توصل ان انت تعمل رهاب لكيس ما عندهاش سنان خالص توصلها لشكل يبقى شكل طبيعي جدا وكمان وظيفي. ما انا لو عملت التركيبات مش قافله العضه سليم ممكن تعمل لي مشكله في مفصل الفك. فاهم قصدي؟ فانت عندك ابعاد كل نص كل ملي انت بتحطه في بتحط الزرعه فين بتركب عليها ازاي، كل ده في الاخر بيديك منتوج نهائي هو ده اللي يخلي الحاله مرتاحه شكلها طبيعي. واهم حاجه انها تمارس بالاسنان اللي ركبت دي الوظيفه كامله من الاكل بشكل طبيعي جدا، الضروس بتطحن، الاسنان بتقطع، المفصل الفك في مكانه، ورجعت شكل وشي لشكله الطبيعي. طيب التصوير ده بقى تصوير خاص، يعني ده قليل جدا لما بنشوف المحترفين بيصوروا بالشكل ده كلوز قوي عشان يوريني التفاصيل الديتيل بتاع الماتيريال دي. مايكرو. مايكرو انا بوريك هنا ان الزراعه ناس يعني ايه مايكرو؟ يعني بتتصور بعدسات مايكرو اللي هي بتجيب التفاصيل. مايكرو كبير يعني تجيب تفاصيل كبيره، مايكرو تجيب التفاصيل الصغيره. هنا احنا عايزين نقول ايه؟ ان انت مش عشان سنانك وقعت وعلشان خاطر هنعمل لك زراعه فهنقول لك ارضى بقى وخد اي اسنان وكل واشرب. لا، في ناس ماشيه كده كتير. لا طبعا. الجزء التعويضي انت لما بتعوض اسنان انت بتعوض وظيفه وشكل. فنجيب لك احلى شكل. فاهم قصدي؟ والشكل اللي يليق عليك ويبقى شكل الاسنان طبيعي. هنا خد بالك انت لو يعني انا هقول لك على حاجه. انت شايف اللثه دي؟ شايفها كويس؟ ركز فيها. لا في ستونز وجميله. دي مش لثه. دي لثه صناعيه احنا اللي عاملينها. بس معموله بشكل يحاكي ان السنه، لان خد بالك من المشاكل الكبيره قوي ايه؟ ان الحالات لما بتخلع الاسنان وبتقعد فتره فبتفقد من العظم. فبالتالي انا بيبقى متاح عندي هنا وقف بقى على دي عشان هنا تشوف بقى اللثه. بتتاكل اللثه فوق صحيح. فاللثه بتتاكل. فانا لو انا رحت عامل السنه بالطول ده كله بقى شكلها ايه؟ لا هيبقى متوحش. فانا هنا بعوض الشكل احنا عندنا او الشكل الجمالي للابتسامه في الاسنان حاجتين بينك ووايت. بينك لثه ووايت اسنان. فانا لازم احط السنه بحجمها الطبيعي وعوض للباقي بالبينك الصناعي اللي هو اللثه الصناعي. وتبان اللثه محفوره كان السنه طالعه من لثه طبيعيه، بحيث لما الكيس تبقى بتضحك شكلها اسنانها شكلها اللثه بتاعتها. ما عملوش بقى سنه كبيره اقول له ايوه ما انت العظم بتاعك اتاكل انا اعمل لك ايه. لا، عندنا من الحلول التجميليه اللي توصلنا ان شكل الاسنان يبقى شكله كده. ده لو احنا شفناه في اي حته مش هنتخيل ان دي لثه صناعيه. لا هتقول دي لثه واللون
حتى اللون، حتى لونها هتلاقيها ماشيه لو انت كملت هتلاقي لسه بتاعته لسه ماشيه مع لونها، مع لونها لسه طبيعي مش محمر قوي ولا ارتقاء. يعني احنا مديناها اللون المناسب للشخص للحاله نفسها واللونه واللونه وللسه الاصليه بتاعته. دي حاجه جميله. يعني انت لو بصيت هتلاقي قبل ما نركب فوق هتلاقي عدد الزرعات اهو، هتلاقي اللسه هي هي نفس لون اللسه اللي احنا عملناه. هنا بدل من الانسان ما يتقالوش انت بقى كنت في يعني من غير حاجه في الصحراء فرضه يلا بقى ارضى اقبل لا احنا 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 بنعلي حاجة. احنا بنعلي الديماند عند الناس. انا عايزك تحلم، عايزك تشوف انت نفسك في ايه وهنعمله لك. الصوره دي بقى ليها تصوير خاص من الجنب. ايوه ليه؟ عشان اوريك ازاي بقه، لا ازاي هنا ان شفايفه اللي تحت سابقه شفايفه اللي فوق. شايف الفرق؟ الحته اللي انت قلتها في الاول اللي العظم اللي فوق اساسا بيتاكل اكتر من العظم اللي تحت. فاهم قصدي؟ لما باجي اعوض لما باجي اعوض لازم اعوض ارجع تاني شفايفي لوضعها الطبيعي، فاديها سبورت. هنا التركيبه واحنا بنعملها لازم تاخد البعد ان تعمل سبورت او تسند الشفايف العلويه بالطريقه السليمه علشان كمان اعرف اتكلم كويس ويبقى شكلي مرتاح ويبقى شكلي. خد بالك كل العوامل دي هي اللي بتديك ثقه في نفسك. فانت لو خدت الثقه في نفسك هتبدا تتعامل مع التركيبات تنساها خالص، تبدا تتعامل معاها انها اسنانك. في اللحظه دي خلاص انت فعلا الدكتور اللي عمل لك، الفريق اللي اشتغل لك هو فعلا فريق وصل ان هو يوصلك لنسبه نجاح 100%. تتذكر السن بتاع الحاله دي كام تقريبا؟ ده كان تقريبا 60 سنه. بص بقى شفايفه بعد شكله رجع بقى كانه اربعينات. وفي ناس كتير على فكره بتغلط وتروح تعمل عمليات تجميل قبل ما تعمل سنانها، وده غلط. قلت الكلام ده قبل كده. قلت 90% من الستات بتروح تعمل فيلر وبوتوكس وهي مش فاهمه ان المشكله مش في جلدها. المشكله ان هي بالكيس دي بقى انا بحبها قوي. بص عامله ازاي. انت متخيل لولا الحسنه اللي موجوده تصدق ان دي هي دي؟ لا طبعا ما تصدقش. والجميل هنا الماتيريال عجبني قوي لون ال انا باكد عليك سنة. ايه انا باكد عليك ايه؟ ان زي ما قلت لك الزراعه هو ميكانيزم وهندسه، بس في الاخر انا بسلمك اسنان لازم شكلها حلو. لان هي في الاخر وظيفه الاسنان زي ما قلنا ان انا بستخدمها في الوظيفه في الاكل، لكن هي جزء اساسي في شكلي. انا اول حاجه يعني اول يعني مش انا يعني معظم الناس اول حاجه بتشوفها فيك ضحكتك واسنانك، وهي بتدي انطباع عن صحتك، بتدي انطباع عن اهتمامك الشخصي بذاتك، بتدي انطباع عن جيناتك. فالعين بتاخد الحاجات دي كلها وتترجمها ان انت شخص صحي، شخص قوي، شخص اهتمامك بنظافتك الشخصيه، كل ده بيترجم من الجزء ده. نورت، اسعدتنا كالعاده. ضيف العزيز الصديق يعني الزميل العزيز صاحب الحضور المتميز للغاية والعشرة الطويلة اللي نورنا النهاردة دكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان المدرب المعتمد لجمعية دولية لزراعة الأسنان والمؤسس لمراكز واي تي. نورت وكالعادة شرفت. شرفتين. خليكم دايما مع الناس الحلوة.